السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة والحديث عن كأس الأمم الآسيوية اللي اليوم طبعا من خلالها منتخبنا الوطني يتجرع مرارة الهزيمة بأربعة أهداف دون مقابل أمام أصحاب الأرض والجمهور منتخب أستراليا الذي رأف بحال منتخبنا فاكتفى بتسجيل رباعية ليكون منتخبنا ثاني منتخب يتأهل إلى المطار كما يقال في الدقائق اللي سبقت البرنامج رفقة المنتخب الكويتي. بكل أسف منتخب بدون لون وبدون طعم وبدون رائحة يخسر للمرة الثانية وبالتالي يلعب مباراة تأدية واجب فقط يوم السبت أمام منتخب الكويت وبعد ذلك مباشرة إلى المطار. أكيد أسباب ومسببات كثيرة كانت أدت إلى خسارة اليوم وقبل ذلك الخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. إن شاء الله تعالى من خلال حلقة اليوم في برنامج الدكة سنتحدث عن هذه المباراة بكل التفاصيل أسباب الخسارة وأكيد راح يكون تعليق ورسائل أيا كان المتسبب سواء المدير الفني إن كان يستحق الإقالة فسنطالب بشكل مباشر بإقالته. اتحاد كرة القدم وعلى رأس السيد رئيس الاتحاد إن كان يستحق الرحيل سنطالب برحيلهم أيضا بالإضافة لبعض الأسماء وبعض اللاعبين وأعتقد مهمتنا كإعلام دائما الحديث دون محابة ودون مجاملة عن كل ما يخص الرياضة هنا في هذا الوطن وكذلك الحديث عن الجمعية العمومية النائمة بكل أسف والتي دائما لا تسجل أي حضور في اجتماع اتحاد كرة القدم وياما تحدثنا وناقشنا عن أوجه القصور وأخطاء كثيرة لكن لم نجد آذان صاغية ولم نجد تحرك إيجابي من الجمعية العمومية اللي بإمكانها تغيير كل ما يمكن تغييره في منظومة الاتحاد وفي التعاقدات وفي المبالغ الباهظة التي تدفع لمدرب المنتخب وللخبير اللي حتى الآن لم نلمس أي تغيير منذ قدوم الخبير الذي يستلم راتب وقدره 24 ألف ريال عمان. عموما ارحب هنا في الدكه بالرباعي احمد البلوشي وصالح البارحي مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا وسهلا فيكم طلال العامري وطلال الخلفان مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. نذكر عموما بنتائج او بنتيجه مباراتي اليوم في المجموعه الاولى اللي هي مجموعه منتخبنا. في المباراه الاولى الشمشون الكوري بنفس الطريقه يكسب الكويت 1-0 ويحجز البطاقه كما كان متوقع من هذه المجموعه إلى الدور الثاني. منتخب استراليا مثل ما ذكرت يرأف بحال المنتخب من الوطني ويكتفي برباعية. بالتالي أصبح ترتيب المجموعة استراليا وكوريا الجنوبية بست نقاط وفارق الأهداف يفصل بينهم. مباراة السبت راح تحدد الأول وثاني المجموعة. أما منتخب الكويت فهو في المركز الثالث مع منتخبنا صاحب المركز الأخير لكن فارق الأهداف طبعا ومنتخبنا حتى الآن لم يسجل أي هدف في هذه البطولة. بالنسبة للمجموعة الثانية واللي طبعا مباريتها راح تستكمل والجولة الثانية في يوم الغد أوزبكستان أولا بثلاث نقاط الصين ثانيا بثلاث نقاط وراح يلتقوا في يوم الغد لقاء الفائزان بين أوزبكستان والصين. أما الخاسران كوريا الشمالية والمنتخب السعودي راح يلتقوا أيضا في مباراة غاية في الأهمية من أجل التعويض. وتستمر طبعا نفس ترتيب بقية المجموعات. المجموعة الثالثة الإمارات أولا وإيران ثانيا فارق الأهداف يفصل بينهم والبحرين وقطر في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط وفارق الأهداف كذلك يفصل بينهم. المجموعة الرابعة اليابان في الصدارة بثلاث نقاط مع العراق صاحب المركز الثاني بذات الرصيد والأردن وفلسطين دون أي نقاط. يعني الخبر نفس الخبر ما طرى علم جديد نفس همي والسهر ومواجع فيني تزيد. كانت يعني أمسية حتى لو كانت فترة الظهر بالنسبة لنا حزينة جدا اليوم هناك في سيدني. الخسارة دائما تكون متوقعة طبعا في عالم كرة القدم لكن تخسر بشرف تخسر بأداء وبمستوى جيد قد تبدو الأمور نوعا ما مقبولة تخسر بفارق هدف أو هدفين يعني قد يتقبل المشاهد والمشجع لكن أن تخسر
بتلك الطريقة وبرباعية. وكما ذكر أيضا معلق المباراة بأن المنتخب الأسترالي وكأنه في نزهة، متى ما أراد زيارة شباك مرمانا وصل وسجل بكل سهولة، ومتى ما أراد يعني لعب التيكي تاكا في وسط الملعب وغيره استطاع يعني أن يكمل دقائق المباراة. وبالتالي 4-0 مع الرأفة. أحمد البلوشي أرحب فيك، ونبدأ الحديث عن مباراة منتخبنا أكيد مع منتخب أستراليا وأسباب الخسارة برأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أعتقد أننا مستعد أصلا نتكلم عن المباراة، لأن تحصيل حاصل. إننا نتكلم عن المباراة أنا أعتقد أننا نضيع وقتنا في لا نحكي. إحنا قبل نريد نتحدث عن المباراة، وبعد ذلك الأسباب أكيد هناك أسباب رئيسية ما قبل المباراة وغيرها راح تأخذ يعني حقها منك. مباراة مجرد جسمه يعني تأكيد لأحداث سابقة وتداعيات واصلة. فالمباراة بالنسبة لي أكدت كل المحاذير والتحذيرات والمؤشرات اللي كنا شايفينها ونعرفها، فأكدت المؤشرات بصمت عليها بالعشرة. فأي كلام عن المباراة يعني ما راح يوصلنا لشيء، لأنه بنتكلم وبننتقد شخص أعتقد أنه بقاء زيادة مجرد أن نعور قلوبنا. تقصد لوغن؟ طبعا يعني بس واحد بقاءه يعور قلوبنا هذا كلوغن، ولكن لوغن مجرد عنصر بسيط في منظومة كبيرة. وأنا شخصيا يعني أعتقد إذا كنا بنتكلم عن المنظومة ما راح نتكلم عن لوغن. لوغن مجرد أداة، وأداة ويمكن يكون كبش فداء مجهز. ممكن يكون كبش فداء مجهز. طيب أحمد اعذرني، حاليا الساعة 4 الفجر في سيدني. طبعا الزميل بدر الغيثي متواجد هناك، طبعا موفد من القناة الرياضية. بدر صباح الخير. صباح النور خالد، أصبح عليك وعلى أو أمس عليكم. نعم. حاليا في مسقط أنت وأعضاء الدكة. نعم يعني أكيد وقت ساعات الصباح الأولى هناك في سيدني. بدر نتحدث عن مباراة المنتخب، وأنت كنت متواجد طبعا في التدريبات وفي المعسكر وفي المباراة، يعني ماذا رأيت وماذا لمست أيضا من ردود أفعال بالنسبة للاتحاد أو أعضاء الاتحاد أو حتى اللاعبين والجهاز الفني ومن التقيت فيهم بالتحديد بعد المباراة؟ خالد في الأيام الماضية اللي كنت موجود فيها مع المنتخب وفي المعسكر اللي كان في البداية في كامبرا وحاليا في سيدني. نعم. بأمانة خالد يعني شفت يعني قمة في الالتزام من لاعبي المنتخب، وجدية في التمارين، التزام في المواعيد، جدول كل اللاعبين كانوا ماشيين على الجدول هذا. عكس أنا ما أريد أتكلم عن منتخبات أخرى موجودة حاليا في أستراليا وحالة عدم الالتزام، يعني بأمانة لاعبينا يعني كان في الناحية هذه جدا مميزين، انضباطية والتزام، وكان في حالة تركيز كبيرة. وأنا ما أتوقع أن اللعيبة كان ودهم أن نطلع بهذه النتيجة السيئة اللي خلنا أقول عنها خالد، وخاصة في المباراة الثانية مع المنتخب الأسترالي. خالد الأمر المحزن هو طبعا الخسارة، لكن اللي يخليك تحزن أكثر هو الواقع اللي احنا عايشينه في اللعبة هذه تحديدا في كرة القدم. أنت تتكلم خالد عن فارق إمكانيات كبير لما تزور أستراليا خالد، وتشاهد المنشآت الرياضية وتشاهد الاهتمام الكبير مش بكرة القدم فقط ولكن بجميع الرياضات الأخرى. تعرف قيمة الرياضي وحجم الاهتمام اللي حصله سواء من المنشآت أو المدربين الأكفاء اللي يعني يملكون مستويات عالية في التدريب، والجوانب الأخرى المحيطة باللاعب اللي تهيئ لك اللاعب. اليوم خالد بعد المباراة التقيت بمجموعة من اللاعبين كانوا في حالة سيئة جدا، مستائين من النتيجة ويعني تبريراتهم كانت أن الخسارة سببها أن ما كنا في يومنا، ما قدرنا نجار المنتخب الأسترالي. وهذا اللي أكد عليه أيضا تيم كاهل
لاعب المنتخب الاسترالي وقال ان احنا لاعبين محترفين، والكلام هذا طبعا خالد احنا سجلناه موجودات في اللقاءات، ما اعرف متى اذا عرضتوهن او لا. راح نعرضهن، نعم راح نعرضهن بعد شوي بدر، لكن ماذا عن الجهاز الفني يعني، وماذا كان حديثه بالتحديد بعد نهايه المباراه؟ احنا وصلنا جزء من المؤتمر الصحفي. خالد انا للامانه ما حضرت المؤتمر الصحفي، كنت في منطقه المكس زون وفي الوقت اللي كان لاعبي المنتخب والمنتخب الاسترالي ايضا خارجين من منطقه المكس زون، كان ايضا شغال المؤتمر الصحفي والمنطقه بعيده بين المكانين، فما قدرت اني اتواصل بين المكانين. لكن ما اعتقد انه لوغن راح يبرر الخساره باشياء ثانيه. الخساره قلت انا خالد من وجهه نظر شخصيه اشوف انها طبيعيه، اذا تتكلم عن فارق الامكانيات بين استراليا وبين عمان في سواء في اعداد اللاعب، سواء في الانديه، في المنشات الرياضيه، احتراف اللاعبين في انديه محترفه، كل هالامور هذه نتيجتها مباراه اليوم. خالد اتمنى ان حزننا يكون على الواقع والوضع اللي نعيشه في رياضتنا بشكل عام وتعيشه انديتنا، حزننا يكون على الوضع هذا مش على خساره مباراه. ما نعتب او دعوات الغضب كلها تنصب على مدرب المنتخب او اتحاد كره القدم، منظومه كامله. ما اعتقد ان شخص من الاشخاص هذيله وده ان المنتخب يخسر او يطلع بالصوره السيئه اللي كان عليها اليوم. الوضع اللي نعيشه خالد في انديتنا وحال انديتنا والكل عارف واعضاء الدكه عارفين الوضع اللي تعيشه انديتنا، ما تهيئها ان تطلع لاعب جاهز. طيب مساعد مدرب المنتخب خالد، اكمل بس النقطه خالد الله يخليك، تفضل. كان يشتكي في بدايه المعسكر اللي كان بدايته في مسقط من ان اللاعبين واصلين للمعسكر في المنتخب في اول يوم مش جاهزين. قاسم مش جاهز، المسلمي مش جاهز، اسماء اساسيه خالد موجوده في انديتها وتلعب اساسيه جت للمنتخب مش جاهزه، يعني النادي ما قاعد يجهز لك اللاعب على اساس انه يكون رايح للمنتخب والمدرب فقط يضيف لبعض الامور التكتيكيه او الخطه اللي وده انه يطبقها في المباراه. نعم. يرجع من الصفر لحاله الاستشفاء وتاهيل اللاعب. طيب بدر، هذا اكيد احنا امور راح نتحدث عنها واكيد الاعذار راح تكثر عموما في هذا التوقيت بالتحديد. بدر شكرا لك، تحياتنا لك وللزميل حامد ايضا ابو عمر، ونتمنى لكم ان شاء الله تعالى ايضا يعني مواصله اكيد التغطيه من هناك من استراليا للمباراه الثالثه تحصل حاصل، لكن على الاقل نسجل من خلالها هدف او نكسب من خلالها نقطه بدل ان نعود بصفر من الاهداف ومن النقاط. شكرا لك بدر الغيثي. شكرا لك بدر. يمكن بدر اشار لموضوع المنظومه الرياضيه والانديه، احنا هذه من ضمن الاسباب اللي نتحدث اكيد عنها سواء بنيه تحتيه ومسابقات او احتراف وغيرها، لكن قبل ذلك هناك اسباب برايي الشخصي ربما كانت اهم من خلال مباراه اليوم. احمد ملوشي تفضل اكمل حديثك. اتمنى بس بدر يسوي لقاء مع لوغن قبل لا يرجع، اتصور هو الاهم. يعني الحين ما في ولا مؤتمر من لوغن احنا شفناه في البرنامج من يوم ما راح، واعتقد هذا الاهم لانه منتخبنا هو اهم من اللقاءات مع تيم كاهل ومع ايا كان من في لقاءات مع اللاعبين اذا راح نشوف. ايوه، واذا في كلام من لوغن نبغى نسمع احنا. نعم. نبغى نسمع ايش اللي بنتكلم عنه وبنتكلم عنه بالنسبه لهنا. انا عموما تفاصيل المباراه وايش جرى في المباراه هنا اتركها للاخوان، ولما يجي الكلام على المنظومه ككل انا بتكلم. شكلكم متنرفز يعني. ما متنرفز بس لاني انا اعتقد اذا بنظل ننظر للموضوع من الزاويه الضيقه الخاصه بمباراه خسرناها وطالعين وجايين وما راح تقدم ولا تاخر انتقادنا لبول لوغوين في انه ايش بيسوي ما بيسوي، لان لنا 4 سنوات قاعدين نتكلم على ان لوغوين هذا اسلوبه وهذا تخبطاته وهذا اللي يسويه، واعتقد من بعد المباراه الاولى حلقه كامله تكلمنا عن لوغوين. صحيح. وتاريخيا وقلنا هذه تخبطاته وهذا وهذا، واليوم لا، اليوم اكد التخبطات. يعني انا ما بيدخل في الامور الفنيه بس يكفيك انت تنظر للتغييرات اللي اجراها علي سالم ونزول عامر شاطر وعلي سالم، ما قادرين نفهم هو كيف يفكر. يعني اكيد اكيد ان احنا مستوانا اقل من مستواه، احنا ما نرقى لمستواه طالما احنا
يعني مستوانا مستوى من؟ مستوانا الكروي اكيد احنا لنا ما قادرين نفهمه، فمستوانا الكروي وهذا ايضا ينسحب على لاعبيننا ما قادرين نلقى لمستوى بول لغوين، يمكن عشان كذا احنا ما نحقق النتائج. اضف الى ذلك اليوم يجي بدر ويقول لك اوه اللاعب فلان كان جاي متاخر انا المفروض يا اخي 12 جوله هذه الاسباب اذا اللاعب ما جاهز 12 جوله ابو عبد الله مش هذه 12 جوله بول لغوين يا امس اليوم قبل كاس اسيا اكتشف ان اللاعب يوصل متاخر يا امس هو ما له 4 سنوات هنا ما يعرف الوضع فلذلك ما يعرف الوضع المثالي في انه يعد اللاعب اللي يتاخر كل يوم يجي المعسكرات عند في الاتحاد في مدرب لياقه محطوط هناك اداري ليش ما يروح للاعبين اللي ناقص لياقتهم في انديتهم ويروح ويمشي وفي الاتحاد 200,000 سياره كل حد سايق سياره لا هذا حق اسمه حق رئيس لجنه الحكام وحق الشباب الاخرين قصدي حتى الاعذار اللي قاعد نسمعها يعني ما تماني اتنرفز لما اسمع اعذار تضحك علينا فضفض عشان تقل شوي الاعذار مو لا اعذار تضحك علينا الاعذار يعني تستصغرنا يعني كاننا اطفال لاعب يعني انت متوقع انه بالذمه المعسكر الاخير هذا قاسم بيفهم تكتيكك في المعسكر الاخير الاسبوعين اللي قبل تروح استراليا وهو اصلا معاك من سنتين انت ما كنت تعرف انه عندك بطولتين ما في اهم منهم من سنتين اليوم في المعسكر الاخير لانه يا انك قاسم متاخر محمد المسلم يا جماعه الخير وين يتمرن؟ ملعب نادي فنجة وين ساكن بول لغوين؟ في الموج في الموج بين ملعب نادي فنجة والموج كم؟ ليه بيشتغل؟ لا على البحر هو يمشي طيب طلال عمري نتحدث عن اللي جرى في مباراه اليوم وبعد ذلك راح ناخذ اكيد مجموعه من يعني الاسباب اللي ادت الى هذا الاخفاق الاسيوي. مساء الخير للجميع. بصراحه يا ابو تركي ايش بنقول؟ انا ببدا من حيث انتهت مباراتنا مع الكويت. من كاس الخليج. من كاس الخليج. وقد يكون المشاهدين شويه بيحطوا علي لكن ما عندي مشكله اقولها. 5 فزنا على الكويت الكل رفع الرايه رايه التحدي ان منتخبنا افضل منتخب ان المحللين الخليجيين والقنوات الخليجيه تمتدح منتخبنا ان النقاد والمتابعين لكاس الخليج منتخبنا كان افضل منتخب في المشاركه استطعنا ان نفوز بال5 على منتخب الكويت تغنينا ووصلنا بال5 على الكويت هاي صارت شعارنا التطور في الكره العمانيه هزيمه فوزنا على الكويت بال5 بعدها خسارتنا من قطر اصبحت طبيعيه عند البعض خسارتنا من الامارات اصبحت طبيعيه ورجعنا بلا مركز والكل يقول ان منتخبنا الافضل وكل حد يعني والبعض طالب لا تتكلموا عن المنتخب ولا تقولوا عن المنتخب لان عندنا استحقاقات قادمه والكل ساعد في هذا الجانب البعض ساعد والبعض مشى على مضض مع العلم ان هناك اخطاء واخطاء خطيره جدا هذه نتيجتها اليوم عندما نتكلم اليوم عن نتكلم عن واقع الرياضه هذا نتكلم عنه فيما بعد واقع رياضتنا لكن نتكلم عن منتخب مسيرته 4 سنوات 3 سنوات انا اقول لك اياها من شهر يوليو 2011 تولى تدريب بول لغوين المنتخب اليوم حن في يناير 2015 يعني 3 سنوات و5 اشهر نحسبها باليوم وبالساعة والدقيقة على اعتبار هذا عمر يمر على مسيرتنا الكروية ماذا قدم هذا المدرب للكرة العمانية 41 شهر يا أبو تركي جبتها بجسمه بالأشهر طول عمرك احنا لا نتكلم هذا عمر من مسيرة نهضة نهضة بلد في جانب رياضي في جانب كروي نفق من خلال المبالغ نفق من خلال الجهد التعب كل الامور ما حد يعني احنا نتكلم عن جهد الحكومه وعلى راس مولاي الله يحفظه ما يعني دعم لا محدود طيب اليوم عندما نخرج بهذه النتيجه المذله والمستوى الأسوأ من المذل وين اللي كانوا يعني يتغنوا بفوزنا على الكويت بال5 انت بعد الفوز على الكويت 5-0 ما كنت مقتنع لا بس ما يعني ما لا بتركي احنا عندما نمتدح امتدحنا على اساس لكن على طول في انا كنت في احد القنوات الخليجيه قناه ابو ظبي تكلمت قلت في خطوره احنا فوزنا اليوم في امر خطير جدا وفعلا بعد يومين خسرنا من قطر بعدها بيومين خسرنا من الامارات لان ما تمشي انت على خطه صحيحه قاعد تمشي انما بس مثل الابر المخدره بنادول ومشي وبنادول ومشي
احنا اليوم ليس ضد مثل ما يقال من البعض ان احنا ضد بولوجن او ضد الاتحاد او حاشا لله، هذه بلدنا وهذا اخواننا كلنا غيورين عليه. وقد يكون هم قد يكون هم اهم يعني في الواجهة اكثر من ذلك. احنا عندما انا بصراحه عندما اتكلم بهذه الحلقه لان اعرف عايشت الاتحاد 11 سنه الماضيه، في 2003 جيت الاتحاد مليون ريال كان موزعه الاتحاد، مليون للمنتخبات ما عدا راتب ما شاء الله 6-7 آلاف ريال عماني من ديوان البلاط السلطاني. من ديوان نص يعني ها نص ايه من ديوان 7 آلاف، 7 من ديوان 7 من الاتحاد. لا 7 ما في غيرهم، 7 مش 12 مش 12 في البدايه 7 التعاقد الاول 7 متى شو اسمه عند التعاقد الثاني عندما راح ورجع التعاقد الثاني زاد المبلغ، صار 12 تقريبا، صار 12 بفارق العمله. هو طلب تحويلها الى كان الى يورو يورو وكنا يعني في حاله ايش يرثي له، برغم ان الديوان البلاطي ولا يدفع المبلغ وليس من ميزانيه الاتحاد. اليوم عندما في للحكام وللموظفين الاتحاد وللمسابقات مليون ريال عماني مليونه، وانت وصلت في 2004 في كاس اسيا وتعادلت مع استراليا زين، وفزت على تايلند وتعادلت مع خسرت من اليابان 2004. اذا العمل اليوم اللي قاعد تشوفه مقارنه بالوضع الحالي الان، شوف استقرار المدرب، شوف المبالغ التي تنفق على، شوف الاشياء التي موفره حق المدرب من امكانيات ومن ومن الاخر. بعدها 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 يعني فضل جلاله السلطان الله يطول عمره في كاس الخليج ما زال مستمر في يعني حافز نفسي، فوز على الكويت 5000، فوز على ما ادري 5000، اللهم زيد وبارك. يا اخي رده فعل يجب ان تكون قويه، اليوم ما نتكلم عن المبالغ، نتكلم عن الروح، نتكلم عن غيره. لا يتكلم لاعبين اليوم يقول لي مثل ما يقول الاخ بدر الغيت الان انه راح ما في يومنا، ما في شيء اسمه ما في يومنا، متى بنصير في يومنا، متى في يومنا. هذه كلمات وشعارات يا اخي، احنا الان شربنا واكلنا منها اشياء كثير، احنا نكون نهادين ونكون واقعيين. اليوم بصراحه العمل اللي قاعد يحصل مع تقديري واحترامي للعمل في الاتحاد عمل منقوص، والعمل المنقوص هذا بيكون نتائجه. اكتملت اركان اليوم العمل، ادوات العمل في الاتحاد، لكن ما زال العمل منقوص. انا اليوم اتمنى واحد من الاخوان اعضاء مجلس اداره الاتحاد اللي موجودين في السلطنه، قد يكون فارق التوقيت الان اللي في استراليا، حاولنا عموما ننسق وما ما حصلت ما حصلنا تجاوب، لان المنتخب خاسر اليوم كالعاده. ايوه، لكن لو المنتخب فايز تعال شوف كيف يتسابقوا، هم بيتصلوا فيكم ان احنا نطلع اليوم. صحيح. وين اللي كان في كاس الخليج حاملين البشوت وحاملين الخناجر في المقدمه بعد مباراه الكويت، ليش ما تروحون اليوم يقول والله احنا نعتذر اللي حصل في استراليا الان، نعتذر وان شاء الله لك حتى الحديث. احنا اليوم انا لا اطالب باقاله لوغون ولا اطالب باقاله الاتحاد، انا اطالب استمراريه الوضع على ما هو عليه. انا اطالب استمراريه، ليش اطالب بالاستمراريه؟ يخلي الوضع على ما هو عليه، خلينا نعطي الفرصه ل 2016، نعطي الفرصه لبولوجون، نعطي الفرصه لكل ادوات الاتحاد، حتى ما يعني هم كاتحاد وبول لوغوين يقول انا وصلت الى مرحله اني ما قادر اضيف شيء للكره العمانيه، وهم نفس الشيء يقول والله احنا وصلنا الى مرحله ما نقدر ناخذ. اذا احنا الكلام اليوم هذا واحد شيء، الكلام احنا ما بنسمع يا ابو تركي، الكلام احنا قاعدين نتكلم في برنامج نتفاعل ويتفاعلوا المشاهدين والمواطنين والتابعين، لكن الكلام ما مسموع. هل اليوم بتتدخل انا عاد في موضوع، من بيتدخل اليوم في موضوع انه والله نريد الان التحقيق، بيقول انت قاعد تحقق الان. الموضوع اليوم تقييم الوضع بعد كاس الخليج اللي خرجنا منها، صح ولا؟ وين التقييم؟ ما شالين جيمس سيلبي هناك معاه في السعوديه، وين نتائج التقييم؟ هذه نتائج التقييم، نخسر من استراليا بالاربعه، الا استراليا في قوتها ما خسرنا منها بالاربعه، وفي ضعفنا احنا في بدايه المشوار ما خسرنا منها بالاربعه في استراليا. اليوم نخسر بعد مع الرأفه، بعد يعني مع الرأفه مثل ما تفضلت يا اخي. احنا الكلام كثير، لكن نقول بكل امانه العمل اللي قاعد يحصل في الاتحاد انا اقولها للاسف عمل منقوص. ومن تحمل هذا الشيء؟ مجلس اداره الاتحاد. وعلى راس المجلس، قبل ان يكون مجلس اداره الاتحاد الجمعيه العموميه. وعندما اتكلم الجمعيه العموميه لا يذهب البعض الى شيء اخر، الجمعيه العموميه التي هي اللي عملها الاساسي لمتابعه وتقييم العمل في الاتحاد. وين هي شيء جمعيه عموميه؟ هي ابو تركي شوف، عندما اليوم انا ليش قلت لك، وانا ليش بديت حديثي مباراه الكويت؟ لان يوم الفوز
يطلع لك 50 مليون شخص كلهم أرباب الفوز، صح ولا لا؟ أنا أنتسب لي وهذا ينتسب له، وأنا قدمت وأنا أعطيت نصيحة وهذا سمع كلامي وهذا ما أدري إيش، وأنا وفي المنصة حتى مكان حق سعادة السفير ما كان شيء لحد ما شلوا حد من ال خلها جاء اليوم منصة الحين أنا أتمنى واحد ومن الأخوان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أمس ما طلعنا الأخ عبد الرحيم وقال والله إحنا التقينا وسيد رئيس الاتحاد تقابل، طيب عندنا أخوان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد موجودين وتابعوا المباراة، واحد منهم الآن يطلع لنا في البرنامج يتصل، ما محتاج لا محتاج شجاعة ولا محتاج شيء، من باب المسؤولية يا أخوان تتناقشوا اليوم موضوع المنتخب. حقيقة إحنا اليوم نعتذر للجمهور، نعتذر لكم، نعتذر لكل من تابع المنتخب. المنتخب في أسوأ حالات اليوم سواء كان ما في يوم أو الأخر، لكن نحب نطمنكم إن شاء الله بنرجع المنتخب بالسلامة لكل حالة الحديث، ورايحين يعني إحنا اليوم ما نطالب يعني لو طالب. أنا تكلمت شوية هنا عن الأخ حميد الجاوري، قلت له قدم استقالتك عن موضوع لجنة الحكام، قامت القيامة علي. إحنا ما زلنا عاطفيين، ما زلنا اليوم نتكلم بالطالب اليوم رئيس الاتحاد والاستقالة. شوف يا أبو تركي، لو طالبت مهما طالبنا يا أخي من بيسمع كلامك؟ مجرد لا بس نقول بس لا نقول لا بس كلام. بس أنت على هالوضع الحالي نعم. هل بتطالب باستقالته واستقالة أو إقالة لوغون؟ لا ما بطالب. ما طالب؟ لا تعرف ليش ما بطالب؟ لأن ما عندي الحق، ما عندي الحق. لا 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 نبى شيء جدي يعني زين؟ لا يعني بس على أساس نطلع بطل قومي الآن أقول والله يا انا طالب استقاله سيد خالد وطالب قالت يعني لوغمن يعني راهو على حميد الجابر لا 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 سمعت يكلف الموضوع بيك في الموضوع يا ابو تركي. ترى انا الان يوم تكلمت وقلت لك اياها، انا قبل 10 سنوات قلت بكل امانه كره عمان فساد ومؤامرات. خلنا اعطيك القصص المآسي اللي عشتها انا طلال ورفعوا لا هذه قصه اخرى ورفعوا لها قضيه وربش طيب ليش فأنا أقول لك إياها الحين ما في هذا البلد إلا يصرخ في البداية وطلال يقول والله استقيل يا سيد خالد واستقيل يا بول لوغون واستقيل ما أعرف إيش وبرنامج دكة أو الآخر. يا أبو تركي مرارة الرياضة تجرعتها أنا وأثرت علي سلبيا وليس إيجابيا زين، لكن لحظة لما تنادي وزير شؤون الرياضي أنا ذاك كان شكل لي لجنة تحقيق ورؤساء الأندية يحققوا معاي، ليش قلت فساد مؤامرات يمتل لهم الحقائق يا جماعة؟ ترى احنا يوم نتكلم عن مسؤول في الحكومة اليوم أو نتكلم عن مسؤول في الحكومة كأنه خلاص قرآن منزل لا تتكلم عن هذا الشخص. احنا اليوم المنظومة كلها عنه، ما تكلم عن شو اسمه. احنا تكلمت عن موضوع استقالة مطالب سيد خالد باستقالة وطالبة لوغون باستقالة. يا أبو تركي يا أبو تركي أقول لك إياها، أنا أقولها وقد يكون طلب مني اليوم بعض الصحفيين تصرفين وطلبوا وأقولها بكل أمانة الآن أقولها بكل أمانة، ما في حد يسمعك. حل في هذا البرنامج نتكلم كيف ما شاء، تتفاعل معك بعض الجماهير والآخرين، لكن في جهة اليوم هل وزارة الشؤون الرياضية بتقيم الوضع؟ هل مجلس الوزراء اليوم بيقيم الوضع الرياضي في البلد؟ هل بتشكل هناك لجنة التقييم لهذا الجانب الوضع طيب. الرياضي في البلد بصورة عامة مثل ما تكلم الآن الحين بدل غيثة قاعد يتكلم هو في استراليا ومتعجب، ليش متعجب استراليا؟ الدولة قدمت فينا، لكن تعال شوف الدول الأخرى الا بدت بعدنا في الرياضه كيف تقدمت وكيف عملت. فالامور يا ابو تركي اليوم هي ليست مساله هزيمه منتخب ننبش كل شيء، واليوم عندما نتكلم ننبش كل شيء في بلدنا افضل ما ننبش وحن في الخارج لان طبعا الاولام. فعندما عندي الحديث بقيه في موضوع المنتخب اقولها بكل امانه يا ابو تركي، ليست المشكله في الاخير مشكله اتحاد، مشكله منتخب، مشكله بول لوغون. بول لوغون ترى مثل ما الان معروف انه لابد كبش في ذا بيظهر. طيب ابو فيصل بعدين الحديث بقيه اكيد انا راح اخذ اراء الاخوه، لكن يمكن الكثير اليوم اثار في مواقع التواصل الاجتماعي على ان الاعلام احد اسباب يعني وصول المنتخب لهذا المستوى. احنا ما ندافع عن الطرح سواء في هذا البرنامج او في برامج اخرى، الكل تحدث بكل صراحه وبكل وضوح وبكل شفافيه عن الاسباب، وكل يطالب ربما باقاله مدرب او رئيس اتحاد او غيره، لكن يبقى احنا نناقش الموضوع فقط واحنا لسنا سلطه تنفيذيه. اكرر مره اخرى الجمعيه العموميه النائمه، وحط خطين تحت كلمة النائمة، هي أحد أسباب الحال اللي وصل عليه منتخبنا اليوم. والنقطة اللي ذكرها طلال في غاية الأهمية أن هناك مبالغ يعني التقييم من وزارة الشؤون الرياضية أو حتى من المسؤولين 35,000 راتب مدرب و 24,000 راتب خبير، وهذه النتيجة زوجته 6,000 بعد خبير
24,000 ونستحدث رياضة نسائية علشان زوجته تتوظف في الله. إيش هذه الحالة يا جماعة الخير يعني؟ فوضى فوضى فوضى، هذه لعبة بصراحة. صالح البارحي تعليقك. ناخذ اللقاءات. طيب راح ناخذ لقاءات مع عيد الفارسي وعماد الحسني وأحمد كانو اللي كان من المفترض أن يخرج بالبطاقة الحمراء اليوم. عماد هارد لك النتيجة، شو اللي صار بالضبط اليوم وليش خسرنا بأربعة وظهرنا بهالمستوى الهزيل خلنا نقوله؟ والله صراحة ما كنت نتمنى صراحة أن نظهر بهالمستوى، بس يعني يمكن كل مباراة وظروفها بأمانة. يعني يمكن احنا مباراة كوريا الأولى يمكن قدمنا مستوى طيب صراحة، يمكن أعتقد مباراة كوريا كنا نستحق أفضل مكان صراحة، على الأقل تعادل، ويمكن تعرف الحكم مثل ظلمنا فيه ضربة جزاء، بس يمكن المباراة هذه لا تختلفت. يعني صراحة كنا نتمنى أن نظهر بصورة طيبة، بس هذه كرة القدم يعني ما دائما تمشي، أكيد في ضرب وفي صعود يعني. يمكن الله ما وفقنا اليوم ابدا يعني، بس ما ظهرنا عماد بامانه اليوم، ما كان في مستوى. ما بتكلم عن نتيجه المباراه، لكن المنتخب ما ظهر، ما شفنا اداء اللاعبين، ما شفنا المنتخب ينقل كوره. رتم المنتخب الاسترالي كان اسرع منا وما قادرين نجاريها. يمكن المنتخب الاسترالي تعرف يمكن كنا نشوف، هي كل مباراه وظروفها بامانه يعني. كنا احنا نتمنى صراحه نكون حاضرين اليوم ونقدم على الاقل مستوى يعني، ولو خسرنا نظهر بمستوى طيب، بس يمكن كل مباراه وظروفها مثل ما قلت لك يعني، وهذه كره قدم في الاخير يعني. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت يعني ما حد توقع انه تكون مباراه كذا يعني، وبالذات اربع اهداف، بس الحمد لله يعني شباب داخلين مباراه يعني المباراه الاولى وداخلين اصلا احنا البطوله والمنافسه، بس الحمد لله يعني خرجنا. نعتذر للجماهير يعني، وان شاء الله نقول لهم الغادم افضل يعني ان شاء الله. شو اللي تغير عن مباراه كوريا عيد؟ الفريق كان مميز جدا في مباراه كوريا، وكان خلني اقول حتى يستحق الفوز. اليوم ما قدمنا شيء يشفع لنا ان حتى نقول الفريق كان موجود في الملعب. والله يمكن الجول اللي دخل علينا اول بدايه يعني، بغض النظر كان خطا ما بخطا، بس الجول اللي دخل علينا في البدايه هو اللي خربط لنا شويه، بعدين جه الجول الثاني والثالث، بس يعني الشباب ما قصروا صراحه، لعبوا ادوا الحمد لله على كل حال يعني. محتاجين شيء عيد في الفترة القادمة؟ في شيء تحس أنه في المنتخب، وأنت لاعب صار لك فترة طويلة في المنتخب، في شيء ناقص للاعبين؟ والله صراحة ما ناقصينهم شيء اللاعبين، بغض النظر عن هزيمة اليوم، لاعبين يعني أيام مباريات لعبوا وكانوا مباريات زين يعني، المباراة الأولى لاعبين ما قصروا، بس إن شاء الله احنا نعرف نقطة ضعفنا يمكن قدام، بغض النظر يعني اللاعبين يعني لاعب النص والدفاع والهجوم يمكن ما يخلص الكوره بشكل جيد، بس يعني الفريق كامل ما بلاعب ولا لاعبين، الفريق كامل يعني، بس الحمد لله احنا نحاول نشتغل عليه وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. تغيير المراكز وعدم الاستقرار في بعض المراكز، اليوم شفنا عامر الشاطري يشارك كلاعب في الشوط الثاني، هذا ياثر عليكم كشكل فريق واستقراركم كلاعبين في الفريق؟ والله اللاعب هنا يجي يعني يجي يلعب كره قدم، في النهايه هذه كره قدم، واللاعب لو يشوف عمره ما يقدر يلعب في هذا المركز كان بيتكلم المدرب يعني من البدايه، والمدرب ما بيطيح به. احمد هارد لك على الخساره، كنا اليوم فعلا سيئين، ما قدمنا شيء. اللي اريد اعرفه بالضبط ليش كنا بهالمستوى الهزيل خلينا نقول. انا احمد والله اكيد اليوم مباراه كانت مباراه سيئه، الكل يتحمل مسؤوليه بصراحه، احنا كلاعبين جهاز فني بصراحه ما عندي كلام. احنا كنا اليوم يعني بس اللي بقول يعني نعتذر من جمهورنا صراحه يعني، كان حاط ثقه فينا، بس هذه الكورة يعني مرة يعني. اليوم صراحة الفريق ما كان في يومه، ما عندنا شيء صراحة، نعتذر للجمهور وإن شاء الله نحاول نعدل المباراة الجاية. قول أحمد أن تتحملها كلاعبين وكمدرب أيضا، المدرب يعني شو بالضبط يتحمل؟ لا الكل إحنا منظومة كفريق كامل يعني، إحنا يوم نفوز بس الفوز حق الفريق، الفوز حق الكل، إحنا لاعبين نتحمل مسؤولية المدرب يعني وقت الفوز، بس يعني اللاعبين والمدرب لا. اليوم إحنا خسرنا، الفريق كله خسر يعني، ما أعتقد أن أحد اليوم راضي، فالكل يتحمل مسؤوليه مثل ما قلت لك يعني، احنا جايين يعني نمثل بلادنا هنا، فنشيل واحد على الاقل يعني، ما عندنا شيء نقول غير نعتذر حق جمهورنا، لان اليوم كنا سيئين صراحه يعني، لازم واحد يعترف بهالشيء. هذه لقاءات زميل بدر الغيثي، وفقط تعقيب على كلام بدر لما ذكر مساله الامكانيات والملاعب وغيرها. العراق في 2007 حقق بطوله اسيا، والكل أعلم بالظروف السياسية اللي تعيشها العراق. صالح، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء خذت نفس عميق المشاهدين الكرام طبعا، طاقة يبالك المشاهدين الكرام، وهرد لك على الخسارة، خسارة مرة يمكن من 2004 يمكن ما تقدر عن 4-0 في أي مباراة في أي مشاركة.
اليوم نتجرع 4-0 من فريق امس ذكرنا في البرنامج بان على الاقل تقدير احنا في اخر مباراتنا على الاقل تقدير احنا الافضل فوز وتعادل. اليوم نحن سلمنا المباراه من البدايه، اعتقد شكل الفريق ما كان ايجابي جدا، سواء حراسه المرمى سواء الدفاعات طريقه اللعب التشكيل الاسماء الموجوده كل الفريق اليوم كل شيء يعني كان يعني بعيد كل البعد عن اي يعني اي خطوره بصراحه. اليوم تغييرات بولوجون تعطينا علامات استفهام كثير، يمكن بنتكلم فيه ان شاء الله تبعها، يمكن ابو عبد الله ما يريد يتكلم في المباراه. اليوم لما نشوف البدلاء عامر الشاطري وعلي سالم النحار يدخلوا تباعا وهم طبعا كلهم يلعبوا مركز واحد اصلا مركز الظهير الايمن، نتفاجئ لما نسال على المباراه الماضيه ليش ما دخل علي سالم ليش ما دخل عامر الشاطري، يقول لك ما كان المدرب مقتنع بمستواهم. نعم. اليوم اقتنع بمستوى الاثنين دفاع واحد، سبحان الله يعني دفاع واحد يقتنع بالاثنين ونشوفهم. اليوم لما نتسال عن احمد سليم نحن نعرف ان احمد سليم احد الركائز الاساسيه لنادي العروبه، ممكن يلعب ظهير يمين وانا اعرف تماما احمد سليم يلعب ظهير يمين جميع مراكز الدفاع يلعب احمد سليم. اليوم لما نشوف احمد سليم يعني اختيارات لوجون في المعسكر الاخير اختار احمد سليم كلاعب دفاع سواء ظهير يمين او سواء قلب دفاع، وما نشوف احمد سليم ابدا، اعتقد هذا خلينا نقول علي سالم وعامر الشاطري يمكن دفاعيا او خلينا نقول البنيه الجسمانيه ما بتساعدهم، لكن احمد سليم اللاعب اللي اخترت انت عن قناعه يعني عن قناعه تامه اليوم ما اشوفها ابدا، طول فارع التحامات افتكاك كره كل شيء موجود في احمد سليم. ما شاهدنا ليش ما اخذ مظفر؟ مظفر موجود، هو ليش ما اخذه؟ ليش ما اخذ مظفر؟ صحيح يبني لي المستقبل. ولما يقول لك لاعب ما جاهز ليش اضم لاعب ما جاهز؟ طيب داخل الملعب ابو تركي اليوم ما حسين على الحبس مع احترام شديد، يعني اليوم الهدف الاول الكره فوق والكره واضحه تماما بانه يفترض ان علي يخرج الكره ما خرج لها علي، وبالتالي تلقينا هدف، تمركز ما في، انضباط ما في، شيء في الملعب ابدا يوحي لك ان احنا اليوم ممكن ناخذ على الاقل تقدير نقطه من المنتخب الاسترالي. توالت الاهداف طبعا وانتهت المباراه في الشوط الاول 3-0 اعتقد نتيجه كبيره، وبالتالي الشوط الثاني ما كان المنتخب الاسترالي محتاج الى مضاعفه الجهد، اضاف هدف رابع وانتهت المباراه. راح مثل ما ذكرت امس في البرنامج قلت لك المنتخب الاسترالي او المنتخب الكوري مع بعد ما ينهي مشوار او طبعا من الجوله الثانيه بيريح اللاعبين، وبالتالي هذا الحدث اليوم مع المنتخب الاسترالي. بوتركي الحديث عن مش الحديث عن مباراه اليوم نتيجه مباراه اليوم، اعتقد احنا الحديث لابد ان يطول ولابد ان ياخذ جوانب كثيره تهم الكره العمانيه وتهم الرياضه العمانيه بشكل خاص. انت من تحمل؟ انا مش مثل التحميل، احنا حملنا بلوجوين ولا حملنا السيد خالد ولا الاتحاد ولا ولا ولا، ومثل ما ذكروا الاخوان بعض الاخوان حملوا الاعلام وكان الاعلام يلعب داخل الملعب، لا احنا اليوم نقول ان في شيء غلط لابد ان يتصلح. اليوم لازم نقف عند نقطه معينه، انتهى وقت الدلع وانتهى الكلام، خلينا نقول ان بكره مباراه عند الفريق ولابد شوي نساهم في رفع المعنويات، اليوم خلاص انتهينا وما وقت التقييم خلصنا من كاس اسيا من كاس الخليج، قلنا يا جماعه شوي نهدى لان باقي شهر ونص عن نهائيات اسيا. نعم. ويمكن المنتخب ان شاء الله عطفا على الاداء اللي قدمه مباراه الكويت تحديدا ممكن خلينا نقول شوف بشكل ايجابي، ولو نحن داخل مدركين تماما بان المجموعه صعبه وبان اصلا مشوارنا في النهائيات لن يكمل. اليوم نحن نعود الى يمكن اسوء مشاركه في نهائيات اسيا على مر التاريخ، خلينا نقول يعني 2004 نعم خرجنا من الدور الاول لكن لاسباب عديده، اول الاسباب كانت هي المشاركه الاولى، ثاني الاسباب الحكم ابراهيم الدلوار الحكم البحريني اللي يعني خلينا نقول ظلمنا بشكل واضح مباراه امام الايران وكنا متقدمين 2-0 تعادل 2-2. 2007 رجع المنتخب في تراجع وخرج من المركز الاخير نقطتين، تعادل سلبي مع العراق اللي هو توجي بطل، وتعادل 1-1 مع اسرائيل وخساره مع تايلاند 0-2 وخرج من المركز الاخير. اليوم بعد مرور مثل ما ذكر اخوي طلال 3 سنوات أو 4 سنوات على وجود جهاز فني يفترض ان يكون محترف، يفترض ان يكون خلاص ادرك كل بواطن الامور، اليوم نخسر مع استراليا 4-0 واحنا استراليا اللي اجبرناها على التعادل في استراليا 2-2 بعد ما كنا متقدمين 2-1 اعتقد في علامات استفهام يجب ان تناقش، لا احمل شخص بعينه لكن اقول قادم الوقت في البرنامج اظن الجميع سيتحدث عن مكامن الضعف اللي اودت بالمنتخب العماني الى هذا التراجع، ما علي من تصريحات اللاعبين ابدا، احنا قدمنا ما قدموا شيء ابدا، اليوم اللاعبين ما قدموا شيء، اللي اقول لك احنا قدمنا وقدمنا اللي علينا ما قدموا شيء ولا قدموا ربع اللي عليهم اصلا في الملعب، كان شكل تائه للفريق، محسن جوهر ما عرف وين يلعب، مش عيد الفارسي اللي هو يعد ابرز باعتراف بولوجوين احد افضل اللاعبين في عمان، اليوم عيد الفارسي في البطوله ما شاهدناه ابدا، اختفى
رايد ابراهيم اليوم احد الحلول، اختفى تماما، اختفى في الملعب. اذا اشياء كثيره ساهمت في خروج المنتخب وفي خساره خط الظهر. رايد ابراهيم خط الظهر اليوم يعني اليوم صراحه مثل ما ذكر ابو تركي في بدايه البرنامج اليوم، يعني خلينا نقول انه يمكن الاسرائيليين شفقوا علينا للامانه. يعني الطرف الايمن كان مساحه فارغه تماما، لو لعبد السلام عامر في تواجده في كثير من المرات كان ممكن المنتخب يتلقى خساره قاسيه جدا، ممكن تنهي. يعني ابو عبد الله علوت على كلامك، المنتخب الاسترالي ما كان يعني هجماته من العمق اليوم، قاعد كل يعني من الاطراف من الاطراف اليوم قاعد يهجم حتى من العمق. شاف يعني وحن دائما العمق المنتخبنا دائما يكون محصن عن طريق بولوجو اللي حصله اليوم، لا حصنه ولا صار مفكر كان الفريق. اليوم طيب. نقلب على الجابري اليوم هو اليوم نقلب على الجابري اخيرا. طلال خلفان تفضل، مسجل نقاط كانك وايد خذ راحتك اليوم، خذ راحتك طال عمرك. لا اول شيء برجع لحلقه امس، انا لما تكلمت وقلت لكم ان مش متفائل لان حاط اشياء سابقه للمدرب وعلى ضوها انا تكلمت بالموضوع ده. يعني مش ما كان في تحامل على المدرب، لكن كانت مسببات قبل البطوله هذه وقبل البطوله في مؤشرات معينه، مؤشرات من 4 سنوات، وانا تكلمت بكل اريحيه وبكل وضوح. نعم. لأن مباراة بكرة بتكون صعبة، ومباراة بكرة ما راح نعديها لأن إحنا ما عندنا أساسيات الفوز. الفوز على فكرة توقعكم جميعا. لا بس أبو فيصل متفائل، كان متفائل، هو كنوع من يعني التحفيز. لا بس لازم نتكلم واقعي أبو فيصل. لا إحنا ما نتكلم واقعية. لا أقصد لك نتكلم، لا لا شوف أنا أقصد لك نتكلم واقعية. إذا قلنا إحنا والله ما كان واقعي بكرة يعني المفروض يقول، المفروض يكون صريح خلاص فيها. يعني بكره ابو عدنان، يعني بكره مباراه منتخبنا وحاسم نقول بكره بيخسر منتخبنا؟ لا ما تقول بكره بيخسر، لكن ما تعطي للجمهور اللي بيخسر. لا لا الجمهور ما يعرف يفوز ولا يخسر. ابو عدنان الجمهور ما يعرف استراليا. لا انا اقصد لك تتكلم مؤشرات المباراه، مؤشرات الفوز، مؤشرات الخساره، لازم لها 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 جوانب. يعني لا بقول لك شيء ابو عدنان، على اساس ان نكون كلمه واقعيين، انه دائما نتكلم عندما تكلمت بتفاؤلي مبني على واقع. ايش واقع؟ المنتخب ومشارك واللعبة مقابل استراليا خلال 7 مباريات الماضية، ايش النتائج كانت؟ كان استراليا اكثر. ايوه احسن، لكن مباراتين الاخيرتين اخر 3 مباريات مباراتين الاخيرتين ما تقدر تحكم فيهم. ليش ما تقدر تحكم فيها؟ يعني ليش ما تقدر تحكم فيها؟ لا ما تقدر تحكم. ليش؟ متى صارت مباراتين؟ لا شوف الحين التحامل غير. لا ابو فيصل، ابو فيصل بعدنا، خلي انت المباراتين السابقتين، احنا بنينا على اقل تقدير ادائنا مع المنتخب الكوري. علاقة تقدير كأقرب يعني مثال كان مع المنتخب الكوري. أنا أقول لك لا والله ما شفت مستوى ولا شفت شبه، كنا ممكن نتعادل مع المنتخب الكوري. أنا وجهة نظري المنتخب ما قدم شيء في البطولة ذي كاملة. ترى هي مباراتين ماشي بطولة، ما قدم شيء يعني في مباراتين ما قدم شيء بتاتا المنتخب. شوف بعدنا الحين عندما نتكلم عن المنتخب إنه يعني وضع الفني ما يؤهله، هذا احنا مقررين في هذا الجانب. زين تكلموا فيها قبل المباراة، يعني قبل المباراة تكلم فيها قبل، اقول أيوة والله انه ايوه ما في مشكلة انك تختلفوا ترى قبل المباراة بداية البطولة بكرة المباراة صح ولا؟ وعندما نتكلم ان المنتخب ينقص كذا ويعمل كذا واحباط كذا ونسوي كذا، اعتقد انت ترسل رسائل يعني حتى من من خلينا ناخذ مو وطنيه، ما ناخذ وطنيه، لكن من باب انك انت الان في مرحله محتاج انك تساعد الفريق في وضعيه. ما في مشكله انكم تختلفوا، ما في مشكله انك انت تعطي رساله صحيح. انت تحس انها تحفز وهو يعطي رساله هو يعتقد. لا ما اختلفنا، لا ما لازم. امس قلتوا لي انت متحامل على اللقوين. لا قلتوا الكلام هذا خلاص، انت قول نقاطك، انت قول نقاطك. لا بس ابو اسلك، انت امس انتقدت لوغوين. ايوه قلت لوغوين يعطي مؤشرات انه بكره بيخسر. ايوه فنحن ما نقدر نتبع مثل لوغوين ونقول بكره منتخبنا بيخسر. لا ما اقول لك انت كيفك، لكن انا اتكلم عليه، اتكلم عليه منتخبنا بكره قادر يقارع عطفا على كذا وعطفا على كذا، اعطي شويه على الاقل. ابو عبد الله انا اتكلم بشيء مكتوب، لكن انت طلال خلال هناك الواحد يقول رايه. لا ما يخالف راي طلال، راي احمد، انتم ما فهمتوني. انا ما اقول لكم خلوكم معي في رايي، انا قلت لكم هذا راي وانا اؤمن فيه. انت قلتوا لي انت ما تحامل رايك غلط ورايك صح بعدنا، بس خلينا نستفيد الحين. كمل القصد. لا انت امس قلتوا لي زين، قلنا حتى احنا قلنا الحين ما قلنا بس يا اخي انت الحين كمل حديثك وحن قلنا يعني كلنا نقول رايي يعني اتفقت اختلفت يعني ترى ما اراكم انا، لكن اقول لكم هذا رايي وانا كنت اؤمن فيه. طيب تفضل. اليوم ظهر ان رايي صحيح بس انا هذا اللي بوصل لك. المهم شوف، انا شوف لو تكلمنا مثل ما قال ابو فيصل مساء، انا اتفق معه في كل كلمه قالها. وكابتن احمد ما عنده شيء حتى يتكلم فنيا صراحه، ما في شيء لو تكلمنا اليه بعد 20 سنه اذا ظل
ظلت إدارة الاتحاد بنفس التفكير وظل لوجو الموجود، فمعناته ما راح في ما راح يكون في تطور في الكرة العمانية، لا وبالعكس راح ننزل ونرجع للثمانينات والسبعينات. أنا أتكلم معكم كل أمانة، لابد الحين في الوقت الحالي لابد أن يقال لوجوين، ولابد أن يستغيل رئيس الاتحاد في الوقت الحالي. هذا أنا أشوف أفضل حل للكرة العمانية ولتهدئة الشارع الرياضي. لتهدئة الشارع الرياضي يعني مسكن فقط أم حلول للمستقبل؟ تهدئة شارع رياضي هذا بما معناه إن 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 هذا هذا هذه هذه الحلول. المفروض أكون أنا أكون شجاع يا أخي، أنا كرئيس الاتحاد مفروض أطلع للناس أنا أكون شجاع، خلاص أنا وصلت لمرحلة ما قادر ثمان سنوات ما أدري كم سنة، إيش الجديد؟ أنت قولوا لي من من مسك رئاسة الاتحاد إيش الجديد الإضافة؟ ما في شيء. ترى بطولة الخليج الكل كان يعرف إن بناخذها. أنا أتكلم معك من 2008 1/1 بتاريخ 1/1/2008 كنت موجود مع المنتخب ومتكلمين احنا اللاعبين ان راح نجيب كاس الخليج، لان في مؤشرات كانت لكاس الخليج. لو يمسك من يكون رئيس الاتحاد في ذيك الفتره راح نجيب كاس الخليج باذن الله، لان خلاص في مؤشرات، الحكومه داعمه، اللاعبين جاهزين، المدرب عنده روح، الجمهور داعم، الكل، الصحافه بشكل ايجابي، الكل. احنا تابعنا المنظومه كامله من قبل البطوله بسنه، في مؤشرات للبطوله. ولكن اليوم انت تروح بطوله كاس خليج، تصريح يقول لك ان احنا رايحين نجيب كاس خليج، بعد خروجهم يقول لك الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحله هذه. يعني تناقض كثير في لا بس حاليا ماشي دعم. لا انت قلت عن الدعم وعنها. انا بكمل الدعم زاد الحين، رحنا كاس اسيا ونفس الشيء، ظل الشارع الرياضي وقالوا احنا مشاركه مشرفه وامورنا تمام، وفي النهايه شوف في النهايه وصلنا لمرحله ان احنا نخسر بالاربعه. من اليوم يرضى منتخبنا سابقا؟ خلاص راح. احنا اليوم قاعدين نطلع البطوله، قاعدين نطلع المشاركه مشرفه منافسه فيها، مش مشاركه مشرفه نطلع من الدور الاول او نوصل للدور الثاني انجاز. لا بس منتخبنا بس شوف لحظه، لما سالتك قبل البطوله قلت تحط منتخبنا الثالث والرابع في المجموعه. اي اقول لك ايوه، تقول ما نحط منتخبنا بس لا ليش؟ انا اتكلم معك، انا تكلمت معك لين سوابق، قلت لك اربع سنوات ايش سوى لجون خلال اربع سنوات؟ قول لي لاعب واحد اكتشف لجون، خليك من كل شيء، ابي لاعب واحد طلع لي بس اكتشاف لجون. عبد العزيز المخبالي لا موجود، المقبل كان في الاولمبي موجود سياق الكل مساعد ما في ايش قدم ما غدا. طيب انت قلت رئيس الاتحاد يطلع بشجاعه وايش؟ نعم. ايش قصدك يستغيل؟ المفروض يستغيل ايوه يستغيل. ما شوف المفروض في شيء، جمعية العمومية مثل ما ذكرت ابو تركي، الجمعية العمومية لازم تحجب الثقب هذا الاتحاد، ولازم الجمهور يكون داعم قوي في ذا الاتجاه، يروح للأندية يقول لهم حجبوا الثقة على إدارة الاتحاد، خلاص يا أخي كافي، احنا تعبنا صراحة. هي شيء جمعية عمومية نسألك. ما أنا أقول لك الحين هذه المشكلة، يعني كيف ما في جمعية موجودة لكن ما عندهم رأي، هذه المشكلة. ليش ما عندهم رأي؟ ما عندهم رأي، مسيطرين عليهم خلاص هذول. ليش مسيطرين عليهم؟ من مسيطر عليهم؟ مسيطر عليهم. إدارة الاتحاد مسيطر عليهم. عدنان، هل الحين كل العمل أو كل المسببات تتلخص في رئيس الاتحاد؟ لا مش في رئيس الاتحاد. لا أنا أقول لك ولكن يعني لابد. لابد. أنا أقول لك يعني لازم. لابد يكون في حل. يعني لازم يكون في حل أبو عبد الله. أول حل هو المسؤول. يا أخي أول حل. نعم. أيوة. بس أنا أقول لك هل هو واحد مثلاً؟ أو فوق المنظومة يا أخي. هل هو واحد؟ هو يدير. أبو عبد الله قالك لوجوين. هو يدير. لا لوجوين. كل واحد جزء. لحظة. لا لحظة. لما يصير خطأ مثلاً من يعني مشكلة معينة من وزارة، من اللي يحاسب؟ وزير. الوزير. نعم. من الحين الاتحاد من المسؤول؟ شفنا وايد، احنا شفنا وايد ادارات اتحاد استغالت. لكن هل يقال يعني كذا؟ شوف على الاقل امير يعني امير في السعوديه استغال، امير السعودي استغل. طيب الكويت خسرت 5-0 ما استقال. ما يخالف انا. احنا لازم نسوي الخطا. لا ما اقول لك لا يا ابو عدنان. لا يا ابو عدنان. الكويت فيها غلط. يا ابو عدنان. الكويت فيها خطا نفس الفكره. يا ابو عدنان احنا حلو يقول لك. لذلك ما بنتطور. لحظه يا ابو عدنان، ومتى احنا تطورنا اصلا؟ يا ابو عدنان. احنا لا كيف ما تطورنا؟ اعطيني متى نحن وصلنا لدرجة الاقناع في كرة القدم؟ اعطيني. كأس الخليج 2009. وبعدها؟ قبلها وبعدها 2004 مشاركه مشرفه في كأس آسيا. وبعدين؟ لا شوف. لا لحظه ابو خير، خطوه خطوه. متى نحن صرنا ابطال اسيا؟ ما متى نحن حزين يا اخي احسب سؤال ثلاث سنين جاوبك. متى نحن وصلنا 16 مره من 16 مره كاس اسيا؟ ما في ولا مره. اذا ولا بتوصل. اذا نحن اذا ظلينا اليوم خلاص يقاس الاتحاد اليوم نطالب بإقالة. ايش الحل لازم نتكلم فيه كلنا، وفي حلول وفي اشياء لازم نتكلم فيها بالوضوح. اما نقول اليوم خالد شكيري هو السبب؟ لا لا سبب كيف؟ يا اخي سبب من الاسباب يا اخي. سبب اوكي، سبب من الاسباب، سبب هو المدرب سبب ايوه كل من كان سبب
هاي ما تجيب عدنان. أما يقول إن لحظة عدنان لحظة. كم رئيس اتحاد من رئيس اتحاد؟ كم اتحاد من الكرة القدم العمانية؟ كم اتحاد؟ إيش الإنجازات عشان نقول إن هذا الاتحاد سبب فلان أو هذا الإخفاق سبب فلان؟ الإنجازات عند سيد؟ يا أخي ما تكلم عن السيد، أتكلم عن اتحاد عمان كرة القدم. أنا أتكلم عن اتحاد العمان كرة القدم، ما أتكلم عن سيد خالد. ايش الانجازات للاتحاد كلها الاتحاد من الشارع اليوم يا اخي بعد لا حلمات امتحان ماسك لي سيد خالد لازم يقول لا 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 ما ماسك لك سيد خالد احنا نتكلم عن اداره الاتحاد ايوه اداره الاتحاد وليكن من يكون ما بنسمي في المسميات انت حين تقول لي 2009 2009 رئيس الاتحاد خالد محمد زين ما تقول لي انجاز الكره 2009 لا بس قال وقال قبل ان كل شيء كان مهيئ للفوز بالبطوله طيب اوكي قبل لي السيد كان مهيئ طيب كل شيء مهيئ اوكي كل شيء مهيئ ما انا ما دافع عن السيد ولا دافع عن الاتحاد لكن انا اقول لك ما يعني مش السبب في شخص معين يمكن احنا مثل المدرب لحظه اقل الاوروا انت 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 انا اقول في عمل منظومه غير متكامله هذا المنظومه لازم تتكامل عشان كره القدم العمانيه تصعد الى المنصات اللي احنا نريدها منظومه في الاتحاد ولا برا الاتحاد في كل شيء حكومه اتحاد انديه جمعيه عموميه كل شيء هاي المفروض ما نشتغل في الكوره ما نتكلم فيها لا 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 لا, لا, لا. طيب احمد الحين شو هي شوف المشاكل والحلول لأن يعني اعتقد من خلال هالحلقه احنا مفترض ان نطلع باشياء رئيسيه واسباب وعوامل ادت لوصولنا لهذا المستوى شو الاشياء التصحيحيه المفترض في الفتره القادمه اوكي اول شيء بشكر اخوي ابو فيصل وبعاتبه في نفس الوقت مع اني في الاول فرحت وايد انه هو كان سبب في جلب الانتخابات لعمان اي والله صحيح بس الحين نكتشف انك كانت غلطه انا سبقتني والله ابو عبد الله والله سبقتني وهذا الكلام قلته والله قلته يعني قلت انا يعني كنت من الاهل سبب مباشر اني ارتفعت شكوى مباشر حق الفيفا وجبت الانتخابات الكامله الان والانتخابات يابت لنا الافضل ويا لا للاسف الشديد انا اقول لكم للاسف انا اتحمل من الاشياء اللي صارت فعلا يعني نتبناها بشكل واضح ليه لان الانتخابات اول شيء جابت لنا اشباه ناس اشتغلوا بكرة القدم صحيح والله ناس شيء ناس ما نعرفهم وفجأة قال لك عضو اتحاد ما يلا شفته في مباراة هذول الناس في انجازات يا اخي هذول الناس زين تواجدوا يشتغلوا مع شخصية اذكى منهم بمسافات ارقى منهم بمسافات اغنى منهم بمسافات صار الواحد كثير منهم همه انه يسافر مع المنتخب في السفر الجاية طيب انت تلوم هذا الشخص هذا فاز أنا ما كمل كلامي بالجمعية العمومية ما كمل كلامي كمل. أنا كلامي في أرقام وفي حقائق بس قلت لي في ناس همهم يسافروا أحمد أتراني أنا قاعد أكمل هي بلا بس قلت لي هل المفروض أن أكمل لا وضح لي هذا النقطة في أي في ناس موجودين أعضاء مجلس إدارة المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم إنه يسافر ما تشوفه إلا وقت السفر زين إيش إنتاجه الحقيقي مش موجود خدت بالك ولما معلش يعني واحد منهم أمس كان في لقاء ومطلوب مني إني أتكلم قال لي أخي السيد حضر وسيد كلمهم وسيد طيب أنت إيش سويت يعني مع احترامي لك سيد حضر سيد يعني أنت أوكي عرفنا إن اليوم أنت جاك الدور إنك أنت تسافر في هذه السفرة عاد يعني ما تقعد في التلفزيون تقعد تطبل لنا السيد حضر وسيد سوى سيد اجتماع مع اللاعبين نعرف ان السيد حضر واجتماع وسوى مع اللاعبين و الى اخره طيب ما دام السيد سوى كل هذا الشيء لما يجي الاخفاق ليش نقول السيد لا حن اللي ما نشتغل بروحهم يناقضوا نفسهم ومع ذلك ما بيدخل في الجزئيه طيب الا فيما بعد نجي للشكل الاساسي انا شخصيا ابي اشرح الوضع العام بالنسبه للوغوين عموما كثير منكم طرحوا ارقام وما حد يمكن تطرق لجزئية أنك تعرفوا نسبة الفوز بالنسبة للوغوين كم أقل نسبة فوز مقبولة لمدرب أن يجدرب 37% هذه نسبة الفوز بالنسبة للوغوين يعني في كل المباريات الرسمية 37% فعلا الفترات اللي قدمها عندنا 37% فعلا هذه المفروض آمالنا وطموحاتنا في الفوز في البطولة اللي بنقدمها لأن هذه النسبة من المباريات اللي قدمها نجي للأهم شوف أبو فيصل يمكن تطرق على أنه لما كان هو موجود في الاتحاد كان الموازنة مليون اليوم من 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 جاء هذا الاتحاد أو بمعنى يمكن مجلسين ولكن الرئاسة وأحد نواب الرئيس هو نفسه وبعض الأعضاء زين في هدر حقيقي أكثر من 100 مليون احنا صرفناهم عشان نفوز ببطولة خليجية واحدة وعشان نشترك بطولتين في الخليج ونطلع بفوز واحد أكثر من 100 مليون دولار مصروفات وفي النهاية يعني قريب 40 مليون ريال
احسبهم انت في السنه كم مع مع شو اسمه مع 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 المعسكرات ومع مع مع شو اسمه المكرمات والى اخره، كم بيطلعوا اكثر؟ نعم. في المقابل بنيه تحتيه للاتحاد ما في، ملعب الاتحاد ما عنده. نعم. ما تطور يعني ما في عناصر تطوير. عن جينا كمجلس اداره عندنا فكر نبي نطور كرة القدم في البلد. في أربع عناصر مهمة للتطوير: بنية تحتية، بناء الكوادر وتأهيلها تأهيل حقيقي. اليوم لما نيجي ندور على مدربين للمنتخبات نرجع لمن؟ رشيد والعزاني. هل الاتحاد هذا كون رشيد والعزاني؟ كانوا موجودين قبل لا يجي هذا الاتحاد. كانوا موجودين قبل 2004 ويعقوب، خدت بالك؟ ويعقوب كان موجود قبل 2004. يعني لليوم بعد اكثر من كم 6 سنوات ما قدرنا نكون مدربين اللي هم راح يطولوا اللاعب، ما قدرنا نكون اداريين اللي راح يطولوا مسابقاتنا. مسابقاتنا اللي طلعنا باعلان عود ان احنا بنحترف مسابقاتنا، اليوم ابعد ما نكون احنا عن الاحتراف بالنسبه للمسابقات والناس اللي يديروا المسابقات. البنيه التحتيه، الكوادر، المسابقات. هل الكوادر اليوم افضل مما كانوا قبل؟ جابوني ابدا ابدا. البنيه التحتيه مش احسن مما كانوا قبل. الملعب الوحيد اللي تعمل هو هذاك، اعتقد الفتره اللي احنا فيها زي اخذنا فلوس من الفيفا وسوينا ملعب، والحين ما عاد تجي فلوس من الفيفا. زين، هل احنا اليوم تطورنا في منظومه تاهيل اللاعب والمراحل السنيه؟ مدارس الكرة مما كنا قبل وهي الأساس يعني. ومما كنا قبل في خلال 6 سنوات هل احنا اليوم افضل ما كنا قبل في مقابل هدر 100 مليون؟ بتقول لا. هل اليوم دخلنا منظومة كرة قدم المجتمع اللي هي الفرق الأهلية لمنظومة الاتحاد؟ لا لا. طيب احمد، 6 سنوات اللي ذكرتها انت كنت جزء من المنظومة هذه، المراحل السنية، ايش ايش بصماتك كانت في تلك الفتره؟ اوكي، هو اليوم مش تقييمي وانا مو مفروض ادافع عن نفسي، ومع ذلك انه ما اقدر اقول ان لي بصمات، لانه اللي يقول بصمات معناته انه شيء واصل. ولكن احد الاشياء الاساسيه اللي كنت نظهر بان تتم ان نعمل اكاديميه. أوكي. وعلى هذا الاساس عملنا ملعب وفصل موجود قدامك. زين، احد الاشياء اللي كنت نظهر عليها ان يكون عندنا مراكز تابع للاتحاد. مراكز اللي اعلن عنها ال11 او كم 12 مركز. لا لا، بدينا بدينا في المراكز، بدينا. لا لا، في اعلان كان عن مراكز او كذا وبعدين لغى المشروع. لا لا، اشتغلوا لا بعدين حولوا الانديه اللي مال جنوب، حولها جيم للانديه وما اشتغلن. ما اشتغلن، كان بس مراكز معينه في الانديه اربعه، حولوا الانديه كما اشتغلت توقف. زين، الاربعه اشتغلنا، واساسا ما المفروض يكون في تضارب بين هذا وهذا، لانك انت مراكز الاتحاد تاخذ الافضل. مركز الانديه لاعبينك بس، لاعبين السويق، لاعبين مصنع، لاعبين وين، بس مركز الاتحاد اخذ الافضل من السويق، من مصنع، من وين، واجمعهم. فهمتني؟ هذه عمليه انتقاء. يعني هذه من ضمن القصص اللي قص عليهم بال. مثل ما قلت لك انه كان في اجزاء ما معينه. وبالنسبه لتاهيل الكوادر لاز حاليا مواصل، يعني الشخص اللي بعدي مواصل على الشغل اللي انا بديته كعدد، ولكن ككيف ما في. لا لا، في فترة اللي أنا كنت فيها ولا في فترة اللي بعدي. ككيف ما في، ككم موجود تأهيل الكوادر. نرجع مرة ثانية، إذا هذه الأشياء منتخبات الناشئين والشباب آخر مرة يعني لأنه ما المفروض أنا أذكر، لأنه بيكون كأني أنا قاعد أسوق نفسي، بس قاعد أقول لك إنه ما في شيء تم فيه. حتى الحاجة اللي كنا نعتقد إنه أوكي حطينا لهم وروحنا عنهم ما تنفذت، وحاليا رجعت المنتخبات تشتغل بشغل عشوائي. يعني في الاول حتى كان في خط واضح لاختيار الناشئين والشباب والى اخره، حاليا يظل اللاعب يروح يلف من اول وجديد مثل ما كان يعمل ابو بكر ساره، يروح البحر وما اعرف وين ويختار لاعبين، يقول لك هذول لاعبين منتخب شباب. المهم، وكان في اكاديميه. اللي ابي اقول لك انه هذه الاشياء طالما ما تطورت وما تغيرت للافضل خلال الست سنوات، ال100 مليون هذه كلها هدرناها علشان نفوز ببطولة كاس خليج واحدة، هذه محصلة إنتاج هذا. نجي للنقاط الأهم من هذه. يا أخي، اليوم عندنا منتخبات تروح تشترك في منافسات في كاس آسيا. اليوم منتخب الناشئين، منتخب شباب، منتخب الأولمبي، مخصصات اللاعبين لليوم ناقصة. في ناس خلصوا مشاركاتهم راحوا بيوتهم ما معطين فلوسهم، مراحل سنية، مراحل سنية ما ماخذين مصروف جيب. مش فضيحة هذه؟
اليوم ما ماخذين مصروف جيب في الوقت اللي انا اشيل معاي 4-5 بعثه معاي في استراليا، المبلغ هذاك اللي هم اولى بانهم شو اسمه يعني يتبرعوا لهذول اللاعبين يخلوه. مسؤوليه من فهد في مساله الدعم المالي؟ هل المخصصات الماليه موجوده؟ كانت موجوده. الشخص في اثنين فقط لهم الحق انهم يقولوا وقف اصرف او لا تصرف، امين السر ورئيس الاتحاد. لا بس موجود الماده يعني؟ لا الفلوس قالوا مش موجوده، ومع ذلك موجوده الماده موجوده في انه يسافر 4 اعضاء مجلس اداره الى استراليا. ايش يسوي؟ بمصروف جيبه. بالاضافه لرئيس الاتحاد. وايا كان انا قصدي طالما بضيف لك، تعرف موازنه الاجانب تتعدى المليون ريال؟ الاجانب بولو جوين 420 غير التذاكر. وضح اساس المشاهد ما لما تقول 420 وتسكت وضح يعني 420 ألف ريال عماني من غير تذاكر ومن غير من غير من غير مساعدين ما يقل عن 200 ألف سنويا طبعا. جيم 300 ألف. موازنة العام الماضي منتخبين مشتركين في نهائيات آسيا موازنتهم ما وصلوا 200 ألف. جيم ياخذ 300 ألف واحد، شخص واحد ياخذ 300 ألف في السنة للتطوير يعني الجروب متى زوجته. لحظة، تقصد جيم سلبي؟ جيم سلبي مرة ثانية أقول لك وضح الاسم والمسمى. الخبير أنت معي جيم سلبي الخبير الإداري الخبير الفني. الخبير الفني اللي جاي له سنتين وعمل لنا رؤية من المريخ أوكي. جزء منها طبعا سرقها من الاتحاد الإسرائيلي، وجزء من الأشياء اللي قاعد يعرضها على المدربين سارقها من مواقع وعلى ذمتي. تتحمل مسؤوليته؟ أتحمل مسؤوليته لأن الاتحاد ما عنده الرغبة في أنه يشتغل، ويعرف أن الحاجة اللي مقدم لهم هذه دوبليكيت وكوبي بيست. كتاب بيعطيه للمحاضرين على مسؤوليتي وعلى ذمتي سارقنا من موقع. كلام خطير هاي اللي تقوله. بقول كلام أخطر منه. في اثنين من المدربين عيناهم ما عندهم شهادات. وين عيناهم؟ وبعدهم موجودين ويكلفوا الاتحاد هو ولده 70 ألف. أخذوا شهادات هنا قصة من جاي وكريم طبعا، وجابوا شهادات مزورة وما حد بغى يشوف في الموضوع. أنا ما بيفتح كل المواضيع، هذا جزء من المواضيع علشان لما أنا أقول لك إنه كفاية. كانوا يدربوا في الجزيرة كابتن. كفاية كانوا يدربوا من غير شهادات. مش في الجزيرة، كان في بنياس بعدين الجزيرة وبنياس في الإمارات. عندهم السيسي نفس الشيء، ما عملوا أنظمة الشهادات في الإمارات إلا لما جاء الاتحاد الأسيوي يفرض عليهم. هذا الاثنين ما عندهم، لما طلبتهم رفضوا، راحوا جابوا شهادات. الشهادات اللي جابوها كانت مزورة، إحنا ما كنا نعرفها. بعد كذا عملوا شهادات، حاليا عندهم شهادات، ولكن تعيينهم في الأول في السنتين الأوليات ما عندهم شهادات حتى من بلدانهم. أنا ما عندي مشكلة إذا ما عندك شهادة معادلة. أيوة وعادلة فيما بعد صح ولا لا؟ في المقابل أنت منعت مدربين وأول وثاني. بالضبط. عموما شوف يا سيدي، زوجة جيم الحين كرة قدم نسائية، لأن أنا ما فلحنا في كرة قدم رجالية، ما نفلح في كرة قدم نسائية. متعينة بستة، بتأخذ 75 ألف في السنة وراتب 6 آلاف. والله يعني هذه فلوس صراحة. هذا مش هدر للمال العام؟ أيوة. صحيح. يعني خلاص راضين. نيك مال التسويق اللي ياما سوينا له سيرة ذاتية برونز ذهبية إنه يجيب لنا التسويق، وإحنا 3 سنوات كلها مديونين وما تحسنت المديونية. طيب هذا اللي يعمل التسويق وين؟ برغم إنه موازنتنا 8 مليون، هذا يأخذ 90 ألف في السنة، يكلف الخزينة 90 ألف. سيف الدين خبير المسابقات الماليزي اللي كل يوم يغلط منه ولهناك ويعدلوا له موظفين الاتحاد في الجداول وغيره، 60 ألف زادوه، كمان زادوا 1000. هذه نسخة مصغرة من اللي أنا أعرفهم. ما سيبك من ثاني هاري اللي شو اسمه في الصالة، لأنه صديق جيم. هاري في الصالة، قولوا لي أنت واحد متخصص في الإعداء في 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 التأهيل البدني العماني، معقول ياخذ 4000؟ مستحيل. ها عندنا ناس متخصصين في التأهيل. زين عبد الحميد واحد من اكبر الكفاءات هنا شو اسمه في البلد، متخصص في التأهيل. ويعقوب عنده ماجستير، يعقوب المحروق، اسماء كثيره موجودين كعمانيين. بس انهم عمانيين. زين اي لانهم عمانيين. مدرب الاعداد البدني اللي كان مع المنتخب الاولمبي، اليوم جيم طلب منه يتفرغ ويقعد في مكاتب في الاتحاد،
وايش مطلوب منه؟ قال هذا ترى بعد كل شهرين عندنا دوره ثلاث ايام. انت سمعت الدوره في الاعداد البدني ثلاث ايام؟ قاعدين نضحك على بعض، يعني شغل كله فيه نوع من الضحك على الضخون، وما في حقائق، ما في رؤيه، وما يوصلنا لاي مكان. معقوله هذا شغل الاتحاد يعرف وين يبي يوصل؟ هذا هو الاتحاد اللي بيوصلنا وين بنوصل؟ 2018 الحين. انا قاعد اقول لك، انا يعني هذه الاشياء انا من طلعت لي ثلاث سنوات قاعد ساكت وراقب على وعسى الامور بتتغير. شفت رؤيه الاخ المثاليه، جزء منها يطبقها. انت لما تدخل موقع الاتحاد الاسترالي بتشوف الرؤيه. انا داخل موقع الاتحاد الاسترالي عشان اتاكد من الرؤيه، بس انا اعرف الشغل اللي تم في الاتحاد الاسترالي زين، مش الشغل اللي يسويه هو. اللي هي فوتبول كوميونتي، هو طاح وقال لهم فوتبول كوميونتي. ليش كوميونتي؟ قال لك المدارس ما نخليهم يسوي اكاديميات، والانديه بنخليهم يسوي. انت اي حد يعمل خطه اللي هو مجرب ويعرف، اول شيء يدرس الواقع لابد، وبعد كذا يعمل خطه طبعًا. ولما يجي يعمل خطه يحط لك جدول زمني للتنفيذ، ما يضحك عليك صحيح. ويحط خطه اعلاميه الى اليوم ما نعرف احنا، ما نعرف نقيم. مثل ما هو الاتحاد لما تعاقد مع بولوين حط له عقد اهداف في البطولة الفانية، احنا هذا اللي نريده في البطولة الفانية. احنا انت تعقد له محطوط هذا عقد اهداف، كان اليوم عادي فنشنا، انت ما حققت لنا الهدف نقدر نفنش وما يحق لك الجسم. طيب احمد، ما في شيء تحس فترة كنت موجود لحظة مع التعاقد مع لوجن؟ لا سيدي جددوا له، وبعدين لما يجي وقت المناقشات المالية انزين ابو فيصل، انك ما اعتقد حضرت احد المناقشات المالية، انا واحد من الناس جددوا اليورو ما عندي خبر كم اعطوه ايضا، يعني مش جزء من هالجزئية. انا جزئيتي تتلخص فقط في مناقشته في انه اوكي هذه معاييرنا ينفعنا ولا ما ينفعنا. وفي النهايه انت لما تجيب مدرب، انت تجيب مدرب مقايضه، ما تجيب مدرب اختيارك الاول. اختيارك الاول والثاني والثالث والرابع والعشرين ما تقدر تجيبه، ولا حتى اختيارك الخمسين. تجيب مدرب مقايضه، واحد فاضي، واحد قبلان فيك، واحد فلوسك تكفيه. طيب احمد زين، انا هذه النقاط كلها برجع لك على اساس اذا كذا مختصرتها. لا لا ابي اختصر لك وين الحين. لا من هذا الكلام كله، من هذا الكلام كله اطالب الاتحاد وعلى راس السيد خالد، اذا كان يحب كره القدم ويحب وطنه يستقيل. انت قلت قبل كاس الخليج صرحت في احد الصحف يستقيل، ولهذه الاسباب. انا ما اتكلم عن، علشان كذا قاعد اقول لك انه بول أوغوين مجرد واحد وسبيبه، وهم اللي حطوا انفسهم في هذا في هذا الفخ، وسبقوا حطوا انفسهم في نفس الفخ مع شو اسمه، مع لورو يا اخي اسري. يعني انت ما تتكرر نفس اخطائك زين، بس انا اقول لك هذه المنظومه بهذا الشكل، يعني ما حد يرضى. اللي يحب عمان ويقول انا احب عمان واحنا وطنيه وويلا، ما حد يرضى هذا الهدر. واللي يقولون ان احنا ضد فلان وعلان عشان المصلحه، هذه الحقائق. اذا هذا يرضيكم ما له كلام، خاصه شيء مشكله في الميزانيه، هي مبالغ كثيره يا سيدي. هذه زين حق الميزانيه. انت لو شوف بقول لك شيء، احنا عندنا ايش؟ عندنا شرط جزائي مع من؟ مع لوغوين. هل عندنا مع المساعدين؟ اكيد طقم كامل. لا ما عندنا مع المساعدين، مع لوغوين يا اخي كل واحد يوقع مفرد في 200 الف هنا المساعدين. اذا المساعدين لوحدهم اقول لك في 200 الف منوفر. طيب طلال مثلا برجع لك، لان على مساله الشرط الجزائي وهذا روح بنفس القصه. طلال تعليقك على اللي سمعته من ارقام. لا بدون تعليق، يعني هذا حقيقه موجوده في الاتحاد، واقول لك اياها بامانه، اعضاء الجمعيه العموميه يدركون ذلك تماما، يدركون تماما اعضاء الجمعيه العموميه. ترى احنا ليش نقول من بيسمع كلامك الحين قاعد يتكلم احمد يقول استقيل فلان وانا استقيل، لكن هذه الامور، هذه الملفات ما غايبه، وتقدم هاي التقارير تقدم للجمعيه العموميه في الاجتماعات ويصادق عليها. صادق على الجمعيه، يعني صادق على الجمعيه العموميه. اليوم احنا عندما نتكلم ونطالب باستقال، انا هي مطالب استقال مثل ما قال احمد، انا ببديك من شيء، لان انا يوم من الايام طالبنا بالانتخابات الحره والمطلقه زين. اليوم ياسين نعاني الامرين. اليوم يعني نتكلم عن منظومه عمل متكامل مجلس اداره، بدءا من الجمعيه العموميه وتشريعاتها وامورها والاخره. هي اليوم العمل ناقص ناقص، والعمل ناقص اليوم. شوف من جمعيه عموميه، خلونا نكون واقعيين، كم 32 شخص يصوتوا بصوت عالي مع الاتحاد. ها كان ثلاث انديه كانوا هم مخالف مع الاتحاد،
وكل فترة تزيد تزيد. اليوم صاروا أغلبية يعني أغلبيتهم يشكلوا سموها رابطة، سموها كذا تكتل، سموها بطريقة، لكن بأصوات خافتة. وفي بعض منهم استفادوا، خلينا نكون واقعيين، استفادوا من الحصل، الموضوع اللي حصل، وصلوا إلى تحقيق لهم أرغابهم شخصيا، صاروا موظفين، حد منهم وحد منهم أخذوا فوائد بشكل آخر لمصلحة شخصية. ولا ما أخذ طلع الحين لصوت. أيه يعني ما أخذ كان موجود الحين الآن. شوف حلم ياسي وما أخذ الحين طلع لصوت. ننبش الشيء الآن عندما نتكلم. لا هي كعكة يعني. كعكة هي ترى كعكة موجودة يا أبو تركي. كعكة عودة. لكن أبو فيصل أنت زمان أكلت من هالكعكة. قيمتها 8 مليون. لا ما أكلت من الكعكة أنا. لا يعني كنت معهم وبعدين. لا أبدا ما كنت معهم. يقال إن سووا لك حركة كي. لا ترى هم. أنا لا أبدا. أنا طلب مني إن يكون أترشح لحد رئاسة الاتحادات. نعم. قلت لهم لا. الاتحادات أيوة. طلب مني. إن أترشح. الاتحادات يطلب. هذه حركة اللجنة الأولمبية. يعني موضوع إنك أنت طلال الآن ما توافقت إلا طلب. لا أبو فيصل. خشوف إحنا اليوم. إحنا اليوم نتكلم. لا في أشياء أنا أحتفظ فيها لنفسي وأحتفظها للتاريخ. عندما أقول لك إياها أقول لك عن حقائق موجودة. طلب مني إنني أترشح لجنة الاتحادات، سواء اتحاد الطائرة أو اتحاد اليد. تقول صريح. لا في أشياء. تبي أسماء. تبي أسماء. هو ما يقدر يقول أسماء. كواضح اثنين كانوا بيتنافسوا على رئاسة اللجنة الأولمبية، خالد زبير، سعد الشيخ خالد زبير والسيد خالد. فإذا ما طلب منه السيد خالد طلب منه الشيخ زبير، واحد من الاثنين. زين ما أعرف أنا، ولكن أيوة أنا ترشحت المرة الأولى في اتحاد الكرة وما توفقت. ما توفقت على أساس إنه ما توفقت لأسباب والكل يعرف. والمرة الثانية عندما الانتخابات تقدمت وترشحت وكانت وعود في قبل الانتخابات بساعات قصف بي. ايوه صحيح. يعني صارت خيانة. ايوه قصف على اعتبارنا طلال هو الصوت اللي يزعجنا، طلال هو الصوت اللي ما ممكن نشتغل نعمل فيه. في المقابل تواجدوا اشخاص لهم تاريخ، انا ما اقول تاريخ، اليوم في ناس افضل مني بكثير وخسرهم الاتحاد حقيقة، وصار عندهم صدى حتى للرياضة وخسرتهم الرياضة العمانية للأسف الشديد، والسبب عدم رضاهم وقناعتهم على ما يدور في الجمعية العمومية. بو تركي قبل الانتخابات بليلة يتواصل مع رؤساء الأندية، 8 من 43 36 أو 35 يأكدوا أن صوتنا مضمون. قبل الانتخابات بساعة ها يعني فيه. أنا ليش أقولك 35؟ لأن فيه ستة أندية صارحوني قالوا طلال الحين صوتنا محجوزة، وأنا أحيي فيهم. نعم. زين، لكن في المقابل آخر أنا ما يسأل أكشفك حقائق. اليوم أنا كنت أتمنى وأقولها بكل فخر، أتمنى الأخوان اللي أتوا من بعدنا أنه يكونوا أكثر معالية الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها، أكثر تحدي من الأشياء اللي إحنا واجهناها. نعم. أكثر طيب. جرأة من ويعني أقول لك يا يعني وقوف اليوم إحنا ما خرج المنتخب من الأخوان في الاتحاد الآن، وكلهم يشوفوا البرنامج ويتابعوا، لكن ما عندهم يعني يتصل واحد فيهم يقول والله أنا أعتذر لليوم للجمهور العماني. طيب أنا أتمنى هذا الشيء. بس أبو تركي العمل هي شوف الموضوع يكمن في أمور كثيرة، الاتحاد العماني ووضع داخلي. بنرجع إحنا نتكلم عن الاتحاد وعن الجمعية العمومية وغيرها، لأن معنا مجموعة من التغريدات. يمكن أحمد أثار لنقطة يعني مضحكة ومحزنة في نفس الوقت، مسألة السفرات والندورة وغيرها، حتى يعني في الأمور وصلت إن أحد أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع يقول أنا ماذا سافرت للدولة الفلانية في حياتي وبالمنتخب رايح معسكر، خلوني ضمن الوفد اللي يذهب إلى هذه الدولة. عموما نشاهد مجموعة من التغريدات. راشد السعيد: الاتحاد العماني أهمل المنتخبات السنية وصب كل اهتمام المادي وغيره للمنتخب الأول، والنتيجة ما شاهدناه اليوم ما بني على باطل فهو باطل. يحيى المعشري: زهاء 3 سنوات منذ تولي بول إدارة دفة المنتخب ونحن نعيش حالة تخبط، أرجو أن يترجى الاتحاد الكرة من صهوة جواده ويعلن تسليم الراية.
سالم العلبي الإعلامي بدر الغيثي يبرر الفشل بمستوى الدوري، ألم يعلم بدر أن الدوري الآن أفضل من سنوات سبقت كنا فيها أفضل منتخب بالخليج؟ كنا سامبا الخليج أيضا. سالم الحجري كلام الزميل بدر الغيثي هو اختصار لفشلنا في خروج البطولة الأسيوية ويستمر فشلنا في كل البطولات القادمة. أبو حامد هارلك أخونا أو أخواننا العمانيين وكل السبب في الخسارة المدرب واللاعبين والاتحاد العماني، بصراحة خسارة خروج منتخبكم بهذه الطريقة، تحياتي لكم من الإمارات، لك كل التحية يا أبو حامد. سعيد البوسعيدي كابتن سعيد، من 2007 ونحن نغير مدربين ولاعبين، الآن عرفنا الخلل من مجلس إدارة الاتحاد، ميزانية تصل إلى 8 مليون، المحصلة صفر، بسنا مجاملات، ارحلوا. عدنان المجيني أشاركك وجهة نظر، بس منتخبنا بدأ يتطور شوي شوي، بس لاقى صفعتين، لا مدرب ولا جهاز فني شغال صح، ودوري تعبان. محمود سعيد سوف يذهب لوغوين لا محالة، لكن ماذا بعد؟ نريد خطة واضحة المعالم من الاتحاد الجديد للتأهل لكأس العالم 2018 مع وجود لجنة تقييم دورية. مازن بني عرابة، أحمد البلوشي قبل فترة من الزمن هو من طلع في إحدى القنوات وتكلم عن مميزات لوغوين وإن الرجل المناسب وإلى آخره، والحين تناقض في كلامه. أبو حميد الفزاري، ماذا قدم المدرب بول لوغوين للمنتخب العماني طيلة عقده، وهل لا زال الاتحاد العماني متمسك به؟ سؤال نوجهه عبر الدكة للمسؤولين بالاتحاد. فاصل قصير وبعدها نستكمل الدكة. نطوف من خلاله عبر الصحف المحلية والعربية والعالمية. كأس الشباب، هل من بطل جديد؟ منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته بمعنويات عالية. الأبرز في خط الهجوم الموجودين حاليا في السلطنة إجا وضمن للمنتخب تماما. اليوم رئيس النادي وضح لكم أشياء كثيرة. صحيفة عمان حضرت الميران الأول وخرجت بعنوان يقول: ونبدأ من اليوم نشتغل وتقيم دور مجالس الإدارات. الجماهير لا تنظر إلى الأداء والمستوى، تنظر إلى النتائج. نحييكم في برنامج الحدث الآسيوي بصبغة آسيوية بالتأكيد. ومدى قدرة التعامل مع البطولة هي الأهم. نشتغل على هذه الحظوظ وعلى هذه النسبة البسيطة اللي نمتلكها كمنتخب.
هذه مهمة ليست مستحيلة ولكنها صعبة أيضا في نفس الوقت. No, not easy game. I feel the way we prepared ourselves, mentally, physically, our professionalism on and off the park, our intensity. We played Oman plenty of times before, and they caused us a lot of problems. But tonight, we didn't want to let them rest. You see our fitness and our waves of pressure caused them a lot of problems, which normally they're very good on the ball. But, you know, we're really proud, but we don't think that it was definitely not an easy game, you know. But why the big result today? Because we were really disciplined. We were professional. You know, and when you play football to a high level, you reward yourself with goals. We're playing at home in front of 50,000. Obviously, it's very difficult for Oman as well. But they're a good team. They're a good team. But tonight, they caught us on a good night because we really, really wanted to have a great game tonight and make an impact on this tournament against them. إذن الانضباط والعمل الاحترافي أكيد مثل ما ذكرت مكاهل قبل شوي لما سأل زميل بدر غيثي عن سبب النتيجة ربما الكبيرة في مباراة اليوم. أحمد، هل من نقاط أخرى أثرها مكاهل أخصائي الكرات الرأسية؟ لا، قال إحنا تهيئنا بدنيا وذهنيا أوكي وتعاطينا مع البطولة باحترافية. أوكي، ناو التعاطي مع البطولة باحترافية حتى لو كنت هاوي تقدر تتعاطى مع البطولة باحترافية. عشان ما أنا قاعد يعني أنا معليش مستاء من بدر وايد قاعد يبي يحور الموضوع عن 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 الجزء الأساسي من الموضوع الأساسي يعني. يمكن من ضمن الحاجات اللي كنا بندخل فيها الحين بنقيم فترة عمل الاتحاد بكل هذه البلاوي وهي يقولنا لو تكلموا عن الوضع الرياضي ليش ما في مجمعات ما في ملاعب ما في رياضة في المدارس ما راح نوصل يعني كأننا ما نبي نحط النقاط على الحروف على أصل المشكلة في الأساس. بعد كذا نتكلم عن الوضع الرياضي. الوضع الرياضي هذا هو عملية تطوير متواصلة ما تتوقف عند حد ما معين وتنتظر تقول لك أوكي حاليا تطور الوضع الرياضي الحين بنتكلم عن كرة القدم. ما يصير. وبعدين هو قاعد يقارننا بأستراليا. أستراليا سبورتينج نيشن. أستراليا أنا في الحلقة الأولى ذكر بتركيش قلت لك هذه بلد تعرف تصنع نجوم. صنعت نجوم في التنس في السباحة في ألعاب القوة في وتستقطب من كل دول العالم. استراليا دولة رياضية من الدرجة الأولى. لاعب رقم 21 لونغو أصله إندونيسي طلع كرة القدم كل شيء كل لاعب. أنا قاعد أقول لك في الألعاب مدافع صربي وغيره يعني. زين في الألعاب الأخرى هي دولة رياضية. زين إحنا ما ممكن تصنفنا دولة رياضية بأي شكل من الأشكال. اليوم تونا طالعين من الأسياد ما عندنا ولا ميدالية خشبية. منيمار عندها ميداليات فما في مقارنة يعني. فأعتقد تيم كاهل قال لك إن إحنا تفاجئنا ضغطنا عليهم. هم عادة جيدين في الكرة بس إحنا كان أسلوب لعبنا بيعتمد على الضغط عليهم علشان ما نخليهم يرتاحوا في الكرة. أنا ما حسيت ذاك الضغط بكثر ما حسيت تكاسل لاعبين صراحة. طيب طلال خلفان يمكن تتحدث عن لوغوين وعن الاتحاد وطالبت باستقالة المدرب وإقالة المدرب واستقال. طبعا المدرب ما راح يستقيل يعني 35,000 في الشهر عشان يكسب الشرط الجزائي ومرت أشهر وأموره طيبة في الموج في أفضل مكان طبعا مرتاح فما بيستقيل أكيد يعني. ماذا عن اللاعبين؟ شوف هل أدوا اللي عليهم؟ وهل نملك نوعية وجودة اللاعبين اللي ممكن نحن نقدم من خلالهم نتائج إيجابية؟ أنا أول شيء بتكلم عن توظيف اللاعبين طبعا. شوف أنت لو التوظيف ترى راجع للمدرب طبعا. أنت شوف اليوم شفنا مباراة الكويت مدرب أول مباراة كان يكتشف فيها اللاعبين. اليوم شوف منتخب الكويت تغير كلي لأنه عرف يوظف إمكانيات لعيبته بشكل صحيح وكانوا خطرين وكانوا ممكن يحرجوا المنتخب الكوري ويفوزوا عليه لو كان في شوية حظ معهم. عكس مدربنا اللي 4 سنوات واستغرار إلى اليوم ما يعرف من الجاهز من اللي ما بجاهز يجيب لك لاعب صار له سنتين أو سنة بعيد عن المنتخب ويلعب أساسي. الثاني يقول لك مش جاهز ويلعب اليوم مباراة طافت حنا نسأل عنه ليش ما يلعب مثلا مكان سعد يقول لك لا مش جاهز واليوم لعبه. يعني كله تناقضات غريبة يعني. اليوم لو كان لقون فعلا يقرأ لعب ويفهم منتخب استراليا يلعب بشكل واضح على الأطراف بحكم ان يعني يعتمد على الكرات العاليه. طبعا الاطراف هي اللي تمول الكرات العاليه. يا اخي وقف لك اثنين على الطرف وقف الهجمات من الصوب الثاني بينتهي منتخب استراليا.
تقدر تلعب انت في النص وتمتلك اللعب كون لعيبتك يعني اجسامهم اخف من اجسام اللاعبين الاستراليين، كذي انت تقدر تملك الملعب كامل. لكن المشكله هو ما يعرف يقرا ولا يعرف يوظف، ما عرف كيف اربع سنوات جالس معنا موجود المدرب هذا صراحه. هذه امور كثير يعني، التداعيات كثيره قبل وكنا نتكلم عنها، لكن اليوم بينت. شوف بالنسبه للاعيبتنا، شوف لاعيبتنا النخبه اللي موجودين حاليا في المنتخب يعني باستثناء يمكن اثنين ثلاثه المفروض يكونوا موجودين، ولكن هذه النخبه يعني هذول احسن لاعبين موجودين في عمان في السلطنه. نعم. فيعني المشكله مش في اللاعبين نفسهم، صح اللاعبين اليوم يعني يمكن نقدر نميز بس لاعب واحد في المنتخب لظل في مباراتين على مستوى ثابت اللي هو عبد السلام عامر. طبعا قدم مستوى لا اروع صراحه في المباراتين اللي طافت، اضافه له رايد ابراهيم كان المباراه الاولى مميز، المباراه الثانيه شويه يعني نوعا ما كان تميز يعني. لكن باقي اللاعبين نلومهم، ولكن مثل ما قلت لك لو كان في توظيف كان ممكن نشوف وضع افضل لاعبين المنتخب. يعني انا ارد واقول ان سبب خسارتنا وسبب التدهور في الفريق فنيا يرجع للمدرب مش للاعبين ولا غيره. حتى التهيئه النفسيه على حسب ما سمعت، تشوف بعد الحين في 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 خبر غريب يعني الحين يعني ان المباراه الجايه فيها 5000 ريال يعني ما اعرف ليش 5000 مكافاه الفوز الجاي. لا ما صحيح هذا والله، هذا شبكه الاخبار العمانيه بتويتر هذه رسميه. هذا مركز الخليج ثابت يعني ثابت مكافأة، لكن هذا يعني الاشياء من تويتر يعني هذا لا ما اي ثابت لا لا شبكه المكافاه معروف خلاص هذه يعني مكافاه فوز رسميه يعني. لا لا بس يعني فوز على الكويت ايش ما يزعل فوز على الكويت ناخذ 5000. لا لا انا اقول لك بس فوز على الكويت تعطي 5000. لا لا هي مكافاه الفوز معروف. ايوه كانت محدده يعني لو فازوا كانت استثنائيه، ما من الاتحاد كانت استثنائيه لكاس الخليج. من وين مش من الاتحاد مكافاه بالديوان بالديوان. طيب لكن هل يعقل ان نفوز على الكويت مباراه يعني لا تغني ولا تسمن من جوع؟ والله عادي اذا طبقوا المكافاه، اذا طبقوا النظام هذا مكافاه، مكافاه الفوز اذا طبقوه يعني. اما اذا يعني ارتاوا ويفترض ان الاتحاد يقف عند هذا الحد يعني. احنا خرجنا من المركز الرابع من خليج 22 كل لاعب راجع ب 11000 على ايش؟ ما اعرف. الناس مستغربه ليش منتخب طالع حاله اي فريق من الدور الاول ويحصل مكافات؟ احنا ما وصلنا للمباراه النهائيه. الفوز على الكويت ايوه الفوز على الكويت ترى التعادل مبالغ 3000 والفوز على الكويت 15000. تعادل 3000؟ 3000. فبالتالي ابو تركي المكافاه هذا احنا ما نتكلم بس اشياء مثل ما ذكرت ابو عدنان مش دائما صح الاشياء اللي تتوارد. لا لا انا اقول لكم يعني الموضوع هذا وصل عن شبكه الاخبار العمانيه، هذا موقع رسمي يجيب اخبار الاتحاد. هو ذكر اخبار وانت اكدت على انه الخبر صحيح. لا 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 مش صحيح. لا مش صحيح مش صحيح. ما الخمسه ما صحيح. ما قلت ما صحيح، قلت مكافاه قيمه المكافاه من الديوان. اوكي سبب المكافاه مختلف بس مو صحيح ان المكافاه موجود. هذا اللي اقوله انا. ايوه انا اقول لك المكافاه هذه محدده خلاص، ابو فيصل يعرف من الديوان كل حاله تفوز 5000 ريال. بس ايش الداعي؟ متى الفوز؟ ومتى الفوز؟ ومتى ايش الهدف؟ هي توصلك ما توصلك هذا معروف المكافاه، لكن انا اتمنى من الاتحاد ان هذه المكافاه ما تصرف اللاعبين للامانه. هذا اللي نقوله. لان للامانه ما شفنا شيء، ما شفنا شيء جديد، يعني خرجنا من الدور الاول في من المركز الرابع في خليج 22 بدون اي الحين وصل حتى تاكيد يعني تعبوا؟ ان عن المكافاه. طيب اكيد يعني وصلت تاكيد؟ بالفعل. طيب ابو عدنان اللاعبين ليش 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 ما تبغى المكافاه تروح للاعبين؟ ليش ما تروح للاعبين؟ ليش تحسدوهم؟ لا ما مش حسد؟ ليش حسد؟ ما حسد؟ ليش ما تكلمتوا عنها بعد كاس الخليج على انها كانت احد الاسباب؟ غربه غربه مساكين غربه. انزين اللي 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 ما تم توجيهها التوجيه الصحيح علشان يعملوا. لا لا يا ابو عبد الله تكلمنا يا جماعه هذا الموضوع خلوه لحد على اقل تقدير نشوف نعد مرة بعدها بيقول لك لا هذه توجيهات مباشره. نعم. تسلم المباراه صح. احنا ما قدرنا نتحكم فيها بعد كلمت وين شو اسمه توجيهات. نعم هناك في البرنامج كلمته؟ لا لا مش برنامج. لا 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 ليش ما تكلمته في الاعلام؟ عبد الله هو المكافاه هذه صالح كان موجود هناك توصل مباشره توصل على طول مباشره. يا اخي اللي يوصل مسؤوله فاهمه ايش المشكله؟ انه يا اخي هذه المكافاه مش انت تقصد فيها خدمه الفريق؟ المقصود فيها خدمة الفريق. طيب انا اعتقد انه بما اني انا خبير وانا المسؤول عن الفريق والى اخره، افضل طريقه عشان تخدم الفريق خلينا نعملها بهذه الطريقه. طيب ديوان بيقول هذا هذا الشيء مثل ما قلت لك، هذا الشيء يرجع لي المسؤول عن المنتخب بالضبط. كان اليوم لكن هذا الشيء كان لما انا اقول لك الحين، لما اقول لك
ان اتمنى من الاتحاد ان لا يصرف هذا المبلغ للامانه. يعني بتقول لي الحين انت قايل ان لا 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 انا اقول لا لا الحين اقول لك انا في هذه المره اقول لك انه ما في هدف. لا بس احنا ما في هدف احمد. يعني قبل كاس الخليج رساله مثلا ذهبت لمعالي السيد وزير الديوان ومعالي الشيخ التقى وجلاله الله يطول في عمره مثلا امر بتوجيهات ان كل شخص 5000 او 3000 او 2000 في حاله الفوز و1000 في حاله التعادل او 3000 في حاله التعادل. ايوه يعني ما قدرنا. هل بعد هذا يقولوا لا بدل 5 احنا نعطي 1000 او بدل هذا ما نعطيه غير؟ اخي احنا توجيهات لا يعني شكلك ما تشتغل بس مباراه الكويت هذه توجيهات تجي بناء على طلب. يعني سلطان ما راح سلطان اذا كان جلال سلطان امن فيك واعطاك الصلاحيه في انك تشتغل. نعم قال لك تشتغل. يعني هو بيعرف تشتغل بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه؟ هذه المفروض انت بقدراتك بروحك تشتغل بالشكل. يعني بالنسبه الفلوس هذه انت تغدر يعني. منها القصد منها القصد منها تحفيز. أيه. تحفيز علشان ايش؟ النتائج افضل. اذا اذا كان انت عندك وسيله لعمل شغل بيحفز اكثر وبالنتائج افضل ما بتسويه؟ مفروض. طيب ولا القصد منها عطيه؟ زين ترى احنا عشان كذا الحين عشان كذا نقول مباراه. ايوه قاعد اقول لك انه الفلوس وصلت. اليه التوزيع يمكن الاتفاق معها مع الديوان. يا اخي يا الديوان الفلوس هذه وصلت. نستاذنكم احنا نعتقد حسابات اللاعبين مباشره يا ابو عبد الله. حسابات اللاعبين مباشره تحول مباشره. سمعت هذا الكلام قاعد اقول. طيب انا اوريدي وصلتني الرساله. انت توجه انت وصلت الرساله من الديوان ولا تنظم وصلت معلش ولو ما توزعت ابو فهد ولو ما توزعت الله يزيد الله يزيد ويبارك. اواصلك حسابات اللاعبين رساله بان الفلوس واصله قبل لا يلعبوا ولا بعد مباشرة السيد خالد مباشرة بعد المباراة اعلن انها تماما. ركز في الكلام اللي قاعد اقول رسالة من الديوان ان في مكافأة لكم. لا لا اصبر اصبر عشان تفضل. هاي ابو عدنان يا ابن الهلال الرسالة من الديوان للاتحاد على ان لكم مكافأة في حالة الفوز كذا كذا. وصلت الاتحاد متى؟ قبل كاس الخليج. قبل كاس الخليج وصل الوزير معالي الشيخ الوزير واعلن عنه معالي الشيخ الوزير زار التمرين. نعم. يتكلم معهم قبل كاس الخليج. قبل كاس الخليج. طيب يعني قبل المباراه الاولى. أيوه. وانه بتروح حسابات اللاعبين مباشره. نعم. نعم. طيب يا نجي ونقعد مع معالي الشيخ ونقول ونشرح له نشرح له الاليه اللي احنا نعتقد انها راح تخدم الفريق بشكل افضل. هذا اللي قاعد اقول انا. نعم. وانت قاعد تقول لي تروح حسابات اللاعبين. اي بتروح حسابات اللاعبين. ليش ما نشوف الجانب الايجابي؟ يعني في ثلاث اسابيع يا ابو عبد الله ليش ما نشوف الجانب التحفيزي ان احنا فزنا على الكويت ونحفز اللاعبين علشان يفوز مباراه. هاي وجهه نظرك. انا اخالفك فيها. هاي وجهه نظرك انا اخالفك فيها. انا اعتقد انها ما كانت صحيحه بالطريقه هذه لان اوريدي انا شبعته واتخمته ما بقيت لاي حافز. ولعلمك هذا الشيء تم في خليجي 17 خليجي 18 في الامارات 17 و18 ايش اعلنا احنا قبل المباراه النهائيه؟ بنكافئكم بكذا وبكذا وبكذا وبنسوي لكم مسيره. فزتوا ولا ما فزتوا؟ كنا واضحين. ها فزتوا ولا ما فزتوا بنكافئكم وبنسوي المسيرات وبصرف النظر. وما تعبنا لا من هذا لا من خليج 17 ولا من خليج 16. انت تعرف في المنتخبات العالميه لما يروحوا كاس العالم كيف يقولوا لهم؟ نظام المكافأة يقول لهم انا اريد يعني اوصل للنهائي. الليمت يرتفع متى؟ مع كل مرحلة من دور الى دور مع كل مرحلة. شوف ابو عبد الله على اساس على اساس نكون واضحين في هذا يعني في هذا الجانب. هذه المكرمة اتت للمنتخبات كان يعني تاتي تباعا لكن كمنتخب المنتخب الاول في بطولة كأس الخليج خليج 17 وانا يعني في ذيك الوقت انا كنت موجود. كان سعاده الاخ محمد الذهب هو رئيس الاتحاد والاخ عبد الله شعبان سعاده الاخ عبد الله شعبان. نعم. هو نائب رئيس الاتحاد والفهد الرئيس هو الاخ فهد هو امين السر. ففي خليج 17 تعرف المنتخب كان رايح وما كان حد مرشح المنتخب انه ياخذ يعني يوصل. وفي ذيك الوقت كان في تواصل يعني لعبنا اول مباراه وفزنا فيها وكان في تواصل. كان في ذيك الوقت كان في اجتماع العراق كان اجتماع القمه في البحرين. اجتماع القمه في البحرين لعب الفريق وفاز على البحرين. لا لا صعد الى من الدور الاول. لا قبل ان نصعد مباراه العراق الاولى. انا اقول لكم يا جاء اتصال مباشر ان جلال سلطان امر الان بمكافاه للمنتخب مكافاه وحددوا المكافاه
المبلغ وانها تتسلم مباشرة، حتى يجي شخص مباشرة ممثل من الديوان سلمها وبعد فوق. علاوة على ذلك ليس مبالغ نقدية، يعني مبالغ نقدية كانت يعني يتفق معه في حلويات في حلوة في كل شيء هنا حق البعثة. واستمرت هذه المكافأة إلى نهاية البطولة، إلى نهاية البطولة. فكان يعني تحدث تعرف خليجي وفي في وجود قمة خليجية. نعم. والكل يعني أتمنى بس متابعة. يعني ما نطلع من الموضوع هذا موضوع تعزيزي. نعم. احنا نتكلم الآن هو الأخ أحمد فعلا احنا اليوم عندما يعني اليوم يعني فضل السلطان على أبنائه مستمر. نعم. ولا محدود، لكن عندما يعني كيف نوظفها على أساس تعطي حافز لحافز أفضل. اليوم منتخبنا يشارك في آسيا، في أول مباراة خسرنا، في ثاني مباراة خسرنا، في ثالث مباراة الآن مع الكويت والمكافأة ما زالت مستمرة، مكافآت الفوز هذا الشيء مستمرة. الآن إحنا نقول يعني يستاهلوا اللاعبين، يستاهلوا اللي يشتغلوا، يستاهلوا كل، لكن هل الآن إلها جدوى المكافأة؟ نقول يستاهل، ما نفس الأسلوب، ما هي مشكلة، ما هي مش مشكلة، لا أبدا، لكن نقول يستاهل، مش يستاهل هو ما محقق لي ولا نقطة ولا مسجل ولا هدف لين اليوم. لا بقولك شيء أبو تركي، انا بقول لك من المباراه الى المطار وراجع مسقط. بقول لك ابو تركي اي في 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 امور كثيره بعد تدخل فيها موضوع المكافحه، ما نريد نحول الموضوع مشكلتنا في المكافحه، احنا مشكلتنا في اليوم خروج المنتخب والمشاكل اللي قاعد تحاط في المنتخب ومسبباته والاخره. احنا الان على وشك ان يخلص البرنامج وباقي لنا شيء قليل، عندما نتكلم عن اخفاق، وعندما تكلمت انا قلت ما حد يسمعنا مهما تكلمنا وذكرنا وقلنا واختلفنا واتفقنا وناقضنا نفسنا وكنا ونحن أسباب وحن أحد الأشخاص اللي مسؤولين عن هذا الجانب، سواء كنا وجودنا في الاتحاد أو خارج الاتحاد. اليوم حن لا نبرر نفسنا حن الأفضل، ولا نبرر نفسنا أن حن الأميز، ولا نبرر نفسنا أن حن والله عندما نشتغل نكون أفضل من غيرنا. لكن تعرف في ظل إيش؟ أنا أقول لك إياها، في ظل عدم وجود خطة واضحة، في عدم وجود مراقبة، في عدم وجود تقييم، بتسوي مثل هذه الأمور وأكثر. أنا أقول لك إياها بأمانة، عندما أتكلم خلينا نأخذ حديث الأخ بدر الغيثي وخلينا نتكلم الآن بكل شفافية، حين تكلمنا الآن والأخوان تكلموا بكل شفافية وحملنا الاتحاد وحملنا رئيس الاتحاد وحملنا المدرب وبولو جوين وحملنا ولا حملنا. طيب هل اليوم هذا بتنحل مشاكلنا في الاستحقاقات القادمة؟ هذا الكلام اللي واحد نوصل له. زين، هل بتحل مشاكل الكرة العمانية؟ لا. هل بتتطور كرتنا؟ هل أنديتنا بتتطور؟ لا. هل لاعبنا بيتطور؟ هل 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 الأمور يا جماعة خلونا واقعيين وخلونا شوية نفكر بصوت عالي وكل عمل إلى شركاء وإلى أولي أمر. فعندما نتكلم عن موضوع الرياضة وأنا أقولها بكل أمانة في هذا من هذا المكان وقلتها في أكثر من جانب، وعندما أقول من بيسمعنا يعني من بيسمعنا أعتقد أن في حد يسمعنا يتجاهلنا، لكن من الآن أقول لا، أتمنى ما 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 نتجاهل كلامنا حتى لو طلبنا شخصيا سواء يحقق معانا ليش قلت أو ليش كذا. أنا أقول ما عندي مشكلة أحمل مسؤولية مجلس الوزراء الموقر، وقلتها عن قبل يومين عن موضوع الإعلام إن ما أرسل الوفد الإعلامي لمرافقة المنتخب وعلى الجهات المعنية انها تتحمل هذا الجانب. بتركي خلينا نتكلم في الجانب، لكن اليوم عندما اليوم خساره منتخبه زعلت كثير من المتابعين من المواطنين، فوز المنتخب على الكويت فرحت بلد ومسيراته ومسيرة. صح ولا صح؟ طيب اذا هذه استشعار دائم والرسائل الدائمه تعطينا بجوانب ايجابيه لابد ان نرجع لها، ليس وقتيه وتنتهي. هي خسارة المنتخب خير يا طير، وخسر المنتخب، خسر الكويت قبل، خسر، لكن احنا نتكلم عن عمان، نتكلم عن وضعنا الرياضي. اليوم اقولها بكل امانه، اتمنى وبصوت مسموع، هذه أمنية أنا أقولها كطلال الآن من هذا البرنامج، وبرنامج حكومي ولجهة حكومية، ووجه الكلام للحكومة أنها تشكل لجنة من مجلس الوزراء الموقر لتقييم الرياضة في عمان، ليس تقييم اتحاد كرة القدم فحسب، أو منظومة الرياضة ككل، سواء كان من جوانب التشريعية، سواء كان من جوانب القيادات الرياضية التي تعتلي اختيارها لمسؤولية القيادة الرياضية، سواء كان للمنشآت الرياضية، سواء كان كيف نصنع مجد يعني تاريخ أو نصنع رياضيين. يا جماعة ترى العملية هي ليست اليوم عملية منفردة، الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة الشعوب. نعم. ومن تطور الشعوب. طيب خلينا نكمل لك أبو تركي هذا الجانب. نعم. هذا يمكن حتى بعد مباراة الكويت مفصل هذه الجزئية، بعد المباراة الأخيرة في معنى حلقة للدكة راح ناخذ هذا الموضوع. لكن احنا بما أننا نتحدث عن مدرب
ومطالبة بإقالة هذا المدرب. صالح الشرط الجزائي كان 3 أشهر لبول لوغوين. 6 قلت لك كان. خليني أكمل. صار اجتماع وتم مضاعفة 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما معناه أنه في حالة إقالة المدرب 210,000. متى صار الاجتماع؟ صار اجتماع وصار حتى بعض أعضاء مجلس الإدارة رفض، وفي بعضهم استقال وخرج لهذا السبب. أثناء التجديد ولا قبل ولا بعد التجديد؟ أثناء التطور. التجديد قبل الخليج أعتقد. طيب هل يعقل أن 6 أشهر يصالح شرط جزائي للمدرب؟ والله لا أعتقد مهم توقيت الزيادة. هل الثلاثة في الأولاني في العقد الأولاني والستة في العقد الثاني ولا زيادة صارت بعد ما جدد؟ لا بس أحمد أنت ذكرت قبل شوي أرقام، هل يعقل الشرط الجزائي 6 أشهر؟ يعقل إذا هو يحس إن شو اسمه، أتصور في أعتقد حسب ما سمعت إنه رشيد حط إنه مشاهد جزائي مرتب سنة، ما أعرف يعني أتمنى إني صحح لي هالمعلومة. كم راتب رشيد؟ ما 35,000 ستيل حط بالنسبة لراتب اللي ياخذ ايا كان اللي ياخذ يعني حظ جزائي سنه. لان شوف ما ممكن انت تحط لي شرط جزائي 6 شهور او سنه وانا ما حددت لك اهداف. بيصير انا الطرف الاضعف، كيف انا الطرف الاضعف وانا قاعد ادفع؟ انت مع ال6 أشهر اللي وضعت؟ ان إذ لو كنت انا محدد اهداف ايوه 6 أشهر وضع لي 6 أشهر و6 أشهر وضع لي واحط لك الحد الادنى في كاس الخليج واحط لك الحد الادنى في استراليا، ما تحققهم هذول الاثنين ينتفي ثواب وعقاب يعني. يعني يكون بدون شرط جزائي طبعا لانك انت ما حققت على اساس انا متعاقد معك. لا هذا الشيء ما موجود الا ذكر انت. ما انا عشان كذا اقول لك ان العقد ما كان عقد اهداف، لا هو عقد اهداف ولا هو عقد مشروع. يعني انت تتعاقد مع مدرب عشان يعمل لك مشروع ما معين، او تتعاقد مع مدرب عشان يحقق لك اهداف ما معين، لا هذا ولا هذا. ومع ذلك سمحت لا انه يحط لك شو اسمه شرط جزائي 6 شهور. لا وبعدين شوف أنا ما أعرف إذا كان الرضا في موضوع 6 شهور أيضا حركة، لأنه معلش سيد خالد وايد يحب الأجانب، هل هي حركة منه على أساس أنه كان يعرف فيما لو خسر البطولتين هذول شارع بيجبره أنه يستقيل ويتحجج بالشرط الجزائي؟ لأنه معلش يعني ما يحركة فيه هذاك 6 شهور مثل ما أنت تتساءل حاليا. طيب على أساس نطلع يعني يمكن موضوع المدرب وموضوع رئيس الاتحاد والاتحاد، ما نقول رئيس نقول الاتحاد ككل، صالح طلال خلفان يعني قالها صريحة استقالة المدرب وإقالة الاتحاد، أنت شو تقول في موضوع الموضوعين علشان نطلع ونروح وندخل؟ أنا قبل أروح لموضوع إقالة أو استقالة الاتحاد أو أنا أقول اللي نعرفه أن أنا حتى العقود اللي مع مدربين حتى على مستوى الأندية إذا حققت أنا كذا تعطيني مبلغ كذا، إذا حق يعني في أهداف في أهداف، لكن ان تترك العقد كذا بدون عايم مثل ما ذكر ابو عبد الله انه ما في رده فعل بالنسبه لك انت، يعني انت الحين يعني بتجبر حققت ايوه بتجبر انك تدفع ال 210,000 ريال مثل ما صار عند الاتحاد السعودي لما قال ريكارد ما حقق الهدف والمنتخب السعودي رجع حتى بالحافله الى 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 من البحرين الى الدمام ودفع ملايين وما استفاد من المنتخب السعودي اي شيء، وريكارد راح واخذ المبلغ. فالحين انت اصبح دين على الاتحاد اصبح دين على الاتحاد لحد الحين دفعوه. باختصار المدرب والاتحاد، انا عن نفسي رايك، انا عن نفسي اذا كان اقاله المدرب وإقالة الاتحاد الحالي بتصلح منظومة كرة القدم تكلم عنها أبو فيصل. لا أنا بقول لك أنت عطني رأيك. لا أنا بقول سألها لا تعطيني على فرضيات وآراء لا أنا بقول لك لا أنا بقول لك إذا كان إقالة وإقالة الاتحاد وإقالة المدرب بتغير منظومة كرة القدم وبترجع كل شيء إلى لحد الرئيس. يا سالح سؤال مباشر، أنت بخبرتك وإنسان صحفي وحسب اطلاعك طيب ما فيك شيء، أنا أقول لك إيش رأيك؟ أنا أقول لك المدرب يفترض ستوب بس خلاص انتهى مشوار لوغوين مع منتخب عمان، واقولها صريح في البرنامج وبقولها في صحافه الوطن وبكتب المبررات. والاتحاد يرجع للجمعية العموميه، اما انا لا اقدر اقيم ولا اقدر اقول. ليش ما تقول رايك؟ لا يا اخي انا ابو تركي احنا تكلمنا قبل شوي دور الجمعية العموميه، اليوم خرج لنا رئيس نادي بتصريح ان انا اعلن يعني عدم تضامني مع الاتحاد وطالب بإقالته أو باستقالة. طيب أنت حضر الجمعية العمومية، إذن هذا الأمر يرجع للجمعية العمومية. لو مني أنا بقول لك أنا اللي ترى الجمعية العمومية أنا أتفق معه سواء إقالة أو بقاء، لا أدافع عن الاتحاد ولا أدافع، بس هذا ما بيدي. لكن بس ما تملك رأي أنت. أنا رأي انتهى وقت الاتحاد انتهى وقت الاتحاد أحمد بلوشي أنا رأي. طيب
بس علشان عشان نطلع بحاجه يكون نفس اللي نفس اللي مكتوب حاليا في الشاشه صالح بن راشد البارحي الاتحاد واللوجوين اقالتهم او رحيلهم لوجوين اكثر مدرب وفيصل بعد ذلك بنكتب الدكه ونكتب لا احمد بقول شوي لوجوين يعتبر اكثر مدرب اخذ فتره مع 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 احمد لوجوين والاتحاد لوجوين انتهى الكلام يعني من كاس الخليج وجهة نظري انه لوجوين ما عاد يخدم المرحله كان في فتره ما معينه كنت اطالب ببقائه وانه ياخذ فرصته كامله ونقيمه تحديدا بس انا اعتقد انه انتهى والمفروض انه يمشي الاتحاد الاتحاد بالنسبه للاتحاد وعلى راسه رئيس الاتحاد طبعا اذا استقال رئيس الاتحاد بيستقيلوا الاعضاء اذا ما استقال رئيس الاتحاد الاعضاء ما راح يستقيلوا اللي هم الحلقه الاضعف في المنظومه ككل ايوه انت قلت قبل شويه يعني انه خلاص ما انا جايك في ذا الكلام يعني وممكن نستشف تتذكر في موضوع المحكمه لين ما استقال رئيس الاتحاد البقيه استقالوا فهو كانوا رافضين ليش انا ناشد النخوه والوطنيه في رئيس الاتحاد لاني عارف ان الجمعيه العموميه قانونيا الجمعيه العموميه هي اللي ما راح تسوي شيء مثل ما قال اخوي ابو فيصل وما نعول عليها فما باقي يعني ابو فيصل يعول على مجلس الوزراء انا اعول على الين يوصل مجلس الوزراء ويستجيب والى اخره ما قبل هذا اناشد النخوه والوطنيه اللي في السيد خالد انه كفايه انظر للحقائق والوقائع بنظره موضوعيه شوي زين بنظرة موضوعية على أنه إحنا ماشيين من سيء إلى أسوأ طيب فلذلك على أساس فلذلك أتمنى يا سيد خالد تنظر بهذا النظرة وتستقيل علشان نقيل اللي جو العفش اللي جاء طلال المدرب والاتحاد شوف أنا بالنسبة لرأيي عشان ندخل في نقاط المدرب أنا قالها من زمان قال عن المدرب وقناعتي في المدرب ليس من مباراة اليوم كردة فعل إن عن المدرب أنا قلت رأيي من كثير من الأوقات يعني نعم. الاتحاد. عن المدرب من الاتحاد قاعد نشهد الآن الاتحاد من عمل شوف أنا عندما أتكلم قد يكون وصلتني بعض الرسائل ان طلال اليوم جبان ويحابي السيد خالد انا ما حابي السيد خالد انا اكثر شخص انتقد عمل السيد خالد وانتقدته في مجلس الاداره وانتقدته في حتى في جلساتنا الخاصه اتكلم بصوت مسموع قدام الحضور كلهم اليوم اذا كان كلامي انا للاعلام مجرد انه تسويق اعلام لا اسمع خليني اكمل لك الاخوه كلهم اعطوا رايهم انا شوف انا عندما يعني بعض الاحيان اقول لك اياها اذا كان القصد ان نسوق اليوم انه والله يعني يستقيل يا سيد خالد وانت شو اسمه اليوم لابد انه يكون كلامنا ليس احنا اليوم الا المصالح انا ما عندي مصلحه مع احد ليش انا قاعد اسوق لا اسمحني لا 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 احمد لا اللي انت تقول كلامنا لا اذا كان كلامي لا تقول كلامنا شوف هي عمل ايش لا فيصل انت تقول اذا كان كلامنا كلام يعني قول كلامي انا اذا كان كلامي لا تقول كلامنا كلامنا لا 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 تقول كلامي على الجمع يعني يشفي غليل الوسط الرياضي وحنا طالب باستقاله السيد خالد ونقول استقيل يا سيد خالد لا ابو فيصل انا اريد خليني اكمل لا 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 على اساس الامور تكون واضحه يا ابو فيصل الله يخليك انا ما اريد يعني هذا الشرح الكبير انت متابع وشخص رياضي وعندك خبره في المجالات الاداريه وغيرها شفت العمل وتحدثت عن لوجو وقلت له ستوب وشفت حميد الجابري يكلم وقلت له من فضلك استقيل الاتحاد انت مع او ضد استمراره لا خلاص الوقت الاتحاد وقف طيب عموما على اساس ان احنا كل ما تتحدث احد اعضاء الدكه ينحط كذا الكلام اللي قاله صالح او احمد او طلال او طلال انا اتمنى تكتب الدكه تطالب بإقالة لوجوين ولو يصير فورا حتى قبل مباراة الكويت واستقالة اتحاد كرة القدم بالكامل وعلى رأسهم السيد رئيس الاتحاد الدكة ويحط هذا الخبرين تحت اسم الدكة على أساس أن تكون الرسالة واضحة والكل تحدث بوضوح وشفافية وأكررها للمرة الألف نحن لسنا مع أو لسنا ضد أي شخص ما أدري إذا كان في لقاء لقاءات طيب راح نشاهد مجموعة من اللقاءات ونستكمل بعد ذلك ما تبقى من وقت الدكة والله المباراة اليوم المنتخب العماني بدأ المباراة مضغوط من نتيجة الماتش المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية ما قدرش يخرج من الحالة المعنوية المحبطة
اللي تعرض لها بعد الخسارة الأولى، خصوصا أنه أدى عرض قوي وأداء جيد وكان ندا قويا في المباراة الأولى. المباراة الثانية يعني كان محبطا من البداية، صمد لمدة ربع ساعة أو ماكسيموم 20 دقيقة، بعد كده بدأت فروق القوة تظهر، القوة البدنية، السرعة، اللياقة، تنويع اللعب، كل الأمور دي أثرت في المباراة اليوم. الحالة المعنوية للاعبين كانت ليست في أحسن حالتها، الخسارة كبيرة جدا، خسارة قاسية لا يستحقها المنتخب العماني، ولكن على الأداء في الملعب اليوم كان من الممكن أن النتيجة أن تخرج بأكثر من ذلك. طبعا المنتخب الأسترالي هو مستضيف البطولة وهو المرشح الأول للفوز. حقيقة أن المنتخب العماني خسر المباراة قبل ما يدخل المباراة بخسارة مباراة كوريا، اللي هي اللي نقدر نقول كانت أسهل نسبيا من مواجهة المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي منتخب قوي، أنا أعتقد أنه المنتخب العماني أحد أهم أسباب خسارته يعني عدم التحضير الجيد لبطولة أمم آسيا من خلال يعني مباريات ودية دولية قوية لم يحدث هذا الأمر. أيضا أنا أعتقد أن المدرب الفرنسي وصل لنهاية المشوار مع المنتخب العماني بعد أعتقد أنه 4 سنوات موجود مع المنتخب العماني. يعني المنتخب العماني في فترة انتقال من جيل لجيل، وبالتالي يحتاج إلى فكر جديد ومتطور عن المدرسة الفرنسية، اللي يعني السبب الرئيسي اليوم وصول المنتخب العماني اللي كان قوي قبل سنتين أو ثلاثة إلى هذا المستوى. الخسارة من المنتخب الأسترالي من وجهة نظري هي خسارة طبيعية، لكن الخسارة الكبيرة هي الغير طبيعية، يعني 4-0 نتيجة كبيرة. المنتخب العماني بحاجة إلى إعادة النظر تحت قيادة بولي ويندا من وجهة نظري. نرحب فيكم من جديد ونتحول للحديث عن اللاعبين. أحمد البلوشي، مستويات اللاعبين هل كانت في المستوى المنتظر؟ اللاعبين لا، ما أعطوا، ما حضروا. يعني لو تتذكر الكلام اللي قلناه أمس أنه قراءة الفريق الآخر، عمل الخطة المناسبة، اختيار العناصر اللي بتنفذ الخطة، حضور اللاعبين. حضور اللاعبين زين، حضور اللاعبين كان فرق كبير بين حضور اللاعبين في هذه المباراة ومباراة كوريا. شفنا حماس، شفنا رغبة في الفوز، شفنا عطاء، شفنا إصرار طوال المباراة. هالمباراة اللاعبين كانوا قاعدين يدوا واجب ثقيل، ما قاعدين يركضوا. أنا ما قادر أفهم الإعداد البدني للاعبين، ما قدروا يلعبوا مباراتين في خلال أربعة أيام، ثلاثة أيام بينهم يعني في مباراتين. إحنا ما قلنا لهم، ما تكلمنا عن المباراة الثالثة ولا الرابعة. زين، هذه مباراتين، وبعدين مش إنه مباراتين أول مرة نلعبهم، أوريدي لعبناهم في السعوديه واشتكينا من السعوديه، وكان المفروض الناس حتى في السعوديه ما نشتكي، يعني حال الفرق الاخرى. صحيح. ومع ذلك جينا في استراليا المباراه الثانيه، اللاعبين ما قاعدين يركضوا. اللي ما قاعدين يركضوا، هل كان في تحفيز زايد اكثر من اللازم وكبلهم نفسيا؟ هل يعني انا ما قادر افهم حاله الهبوط لكل العناصر. ضف الى ذلك طبعا التخبطات مال لوين. يمكن لو تتذكر هنا قلت لك حد قال لي انه بيلعب محسن، قلت له محسن ما راح يلعب. قلت لي ليه؟ قلت له لانه في 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 حركيه في وسط ملعب الفريق الجسمه ما راح نقدر الجسمه نواجهها. وتوقعت يلعب باربعه بعد مشاكل المره اللي فاتت على اساس يمنع الاجنحه. ولا هنا حتى بعد ما شاف انه علي البوسعيدي يروح يضم مع المدافعين وتارك المنطقه اللي في الشمال مره ومرتين وثلاث، مصر عليه. فلذلك يعني المشكلة لما ندخل في التفاصيل هذه اللي أنا كنت بتجنبها وايد بتعور لقلبك، يعني تقعد تسأل أوكي ليش أخص مظفر مثلا إذا كان مظفر مش جاهز. أنت في مرة قلت عماد ما بأخذه لأنه ما عنده نادي. زين، واحد قلت مش عارف مش جاهز. محسن اللي عمرك ما أخذته فجأة زجيت فيه في المباراة الثانية كأساسي. صحيح. بعيدا يعني هل أنت حديث العهد يعني قال محسن حديث العهد يعني حديث العهد تناقضات كثيرة وايد. هذا اللي جاب لك ثلاثة أقوال، ليش ما أخذنا مزهرية ولا مرة تعطيه فرصة؟ يمكن يقدر يجيب ثلاثة أجوال. قاسم تألق في المباراة الشوط الأول، ما قادرين نفهم. انزين، وايد أشياء ما قادرين نفهمها في شو اسمه في الفريق اللي أنا كنت أعتقد لو يعني لو طبعا لو مرة ثانية أحسن. لا احنا ناخذ فقط جزئية اللاعبين. طلال لك إضافة في مسألة مستويات ومردود
كل لاعب من عناصر المنتخب. شوف ابو تركي، يعني احنا الان نتكلم عن بطوله ونتكلم عن مباراتين في بطوله مهمه جدا، يعني وعنصر مهم جدا طبعا هم اللاعبين. لا اللاعبين نجدهم يعني اللاعبين من المباراه الاولى للمباراه الثانيه مختلفين تماما، يعني احنا نتكلم عن المباراه الاولى والمستوى الذي قدمه اللاعبين حسب طريقه اللعب الذي قدمها بولغون، نشاهد اليوم انهيار تام في نفسيات وروح اللاعبين، يعني شيء غريب جدا. اكيد في مسببات يا ابو تركي. الان احنا الان نحكم على لاعبين، شوف بعد ما طلعوا مقابلاتهم، يعني فعلا احنا اليوم ما نشكك في ولائهم ولا نشكك في اخلاصهم وتفانيهم، لكن فعلا في مشكله حقيقيه موجوده في المنتخب، مشكله موجوده في المنتخب موجوده، وتعرف اقول لك اياها، ان هذه المشكله مؤثره جدا على نفسيات اللاعبين وعلى اداء اللاعبين داخل الملعب. لكن للاسف الشديد كل لاعب ما يريد انه يتكلم. ليش؟ لانه لو تكلم ما بيكون له مكان في المنتخب، ومن اللي بيستمع للاعب؟ وكيف تفتح انت؟ يعني احنا يعني قد يكون احمد يعرف هذا الجانب، مباراتنا ايام كلود لوروا بعد كاس الخليج في اليمن، التقينا في كلود لوروا على حده كمجلس اداره، وبعدين رحنا والتقينا باللاعبين كل لاعب على حده، كنا يعني وجدنا ان فعلا في مشكله حقيقيه. ما اخذنا راي اللاعبين، لكن اخذنا وجهات نظر اللاعبين في ايش قاعد يحصل بالضبط. اليوم ما حد يقترب او ما حد يتكلم اللاعبين الا بعد ما يطلع من المنتخب، يقول لك فعلا تعال ان كنا يعطونا احمال يعني تدريبات وانه ما يستمع لنا وانه وكذا، وانا ما مرتاح. لكن ابو فيصل في المقابل شاهدنا بعض اللاعبين يعني كره في خط الستة ربما بحاجه الى لمسه في المرمى او الى استلام كنترول، وهي من اساسيات كره القدم. عمل ناقص للمدرب وعدم تريث من رجع يعني على المدرب. لا شوف، لا هو هذا اللاعب، هذا المدرب 40 مباراه دوليه. شوف ابو تركي، انا اقول لك يعني الحين عند كله يرجع المدرب. اليوم اذا كان مكاني، انا وجدت ان مكاني مهزوز، صالح الباحي ياخذ مكاني، انا بجتهد طبعا، صح ولا؟ لكن اذا انا مكاني مضمون ما بخرب ولا حد بيسال عني، ولا حد يعني المكافاه اللي يخرب ولا يضيع بنفس الشيء. يعني ما في مبدا العقاب وثواب العقاب والتميز. فبالتالي شوف عندك، انا اقول لك اياها بامانه، هي المنظومه تكمن في المدرب والجهاز الاداري. اليوم انت شوف مع احترام الشديد للاخ محمد صالح، على اساس لا 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 يقال ان طلال دائما هاجم محمد صالح، سمعته في المنتخبات الخليجيه او الان في كاس اسيا المشاركه، كم شخص موجود في الجهاز الاداري مع المنتخب معهم؟ شو منتخبنا كم شخص؟ شخص واحد هو، وحتى انه يحصل مكافاه المترجم ويحصل مكافاه مدير المنتخب. ما ادري هل اليوم على اساس ان احنا والله نقلل الانفاق؟ لا، الانفاق قاعد يعني قاعد تعطي انت مكافات كثير مجزيه، مفرغنا من عمله، تعطي مكافاه يعني مجزيه، تعطي مكافاه اخرى بدل انه يكون مترجم. اذا يعني انت فيصل، حتى في الانديه في مدير منتخب وفي اداري، أيوة في مدير نادي ومدير فريق وفي اداري. مشكلته هو مشكله الاتحاد. اقول لك هذه المنظومه ناقصه يا ابو عبد الله، صح؟ المنظومه ناقصه. اليوم ترى انت عندما يكون في اكثر من شخص، كل واحد له عيون معينه، وهذه العيون تكون مؤثره. لكن للاسف الشديد لا، في حاجز بين اللاعبين وبين الجهاز الفني والاداري. طيب راح برجع لكم، برجع لك. قول طلال، خلاص. شوف اذا تبي تلخص انت اللاعبين فنيا والمدرب، شوف الهدف الثاني فاول في جهه اليسار المنتخب الاسترالي، لعبوه بسرعه تمريره قصيره، لعبها اللاعب رقم 10 وانتو انفرد بالجول. لما لعب الفاول استغل اللاعب الاسترالي الفرصه بان لاعبين منتخب معطينا ظهره ويتمشوا لاعبين وسط، كان في غياب ذهني في نفس وانضرب خط الوسط وانضرب ومن العمق بعد ثلاث كور، صحيح. ثلاث باصات تسجل فينا جول. هذه الحاله الذهنيه للاعبين والحاله الفنيه، هذا الهدف الثاني يلخص كل شيء. طيب اذا جاهزت التغريدات ناخذ او بعد شوي. احمد معك. اوكي. انا بوجه سؤال لكم جميعا، معلش. اعتقد صرفنا على اعداد المنتخب كم، مليونين او مليون وشيء للفتره هذه اللي الكاس الخليج وهذاك، صرفنا مليونين ريال. ايه، معسكرات وربا فعجز مليونين ريال، كوستاريكا وارجواي والى اخره. هل انا محتاج مدرب وجهاز اصرف عليه 600,000 عشان يطلع لي منتخب بهذا المستوى؟ اذا احسن لي اتعاقد مع مدرب ابو 5,000 ابو 10,000.
يعني اذا مستويات لاعبيني هو اوريدي قال لازم احنا نحترف، اعتقد تصريحات مجد ان العمانيين لازم يحترفوا عشان يتطوروا. طيب خلاص احنا ما راح نقدر نحترف لان المنظومه كامله مخرومه. زين دورينا تعبان وانت تعرف ان دورينا تعبان، لاعبيننا فجاه ما راح يتحولوا في انديتهم الى ممتازين في الاعداد البني والى اخره. فمعناته احنا عرفنا اذا بنجيب مدرب زين اول شيء لازم نجيب مدرب على قدنا، يا المدرب تعال هذا وضعنا دورينا مش محترف. نعم هذا ظروفنا. ايوه هذه ظروف لاعبيننا كذا وهذا. هل انت تشوف بمقدورك تقدر تسوي منا فريق؟ بيقول لكم ايوه. هذا المدرب اللي زي كذا ما بنعطيه اكثر من 10,000، ما في داعي ان نجيب مدرب ابو 30. طيب عموما ان شاء الله بعد مباراه الكويت يوم السبت ان شاء الله راح ناخذ ايضا جانب كبير من القادم بالنسبه لمستقبل كره القدم والمنتخب الوطني. نشاهد مجموعه من التغريدات قبل ختام الحلقه. قاسم، من المفترض يتم إحلال جذري في الجهاز الإداري وبعض اللاعبين، ولا بد من استقالة خالد بن حمد ومعه المدلل لوغوين. قاسم الدرمشي. إبراهيم القاسم عضو اتحاد كرة القدم السابق، طبعا عندما نستأصل داء المجاملات الذي ينخر رياضتنا سنتطور بدون اختلاف وبدون تعدد آراء لن نتقدم. أحمد البريكي، خسارة المنتخب كشفت المستور، عسى أن تكون الأيام القادمة فيها مراجعة من قبل الاتحاد وعلى رأسهم السيد خالد بن حمد، ارحمونا. خالد العريمي، أحمد البلوشي يكشف حقائق وفضائح اتحاد الكرة إلى الرقابة المالية والإدارية للدولة مع التحية، فضائح تكفي لإقالة مجلس إدارة الاتحاد. وأحمد عاد متخصص ماليا. يوسف البلوشي، استقالة رئيس الاتحاد وأعضاء مطلب لابد يتحقق، والجمعية العمومية عليها التحرك وعدم السكوت وإلا تعتبر شريكة في فساد الكرة العمانية. أحمد العريمي، شكرا أحمد البلوشي على صراحتك اليوم، أتلقت صدورنا وأنا معك، حبا للمنتخب، على رئيس الاتحاد أن يستقيل معززا مكرما. حاتم عبد الكريم، تخبط إداري وفني واضح المعالم منذ زمن، وأعتقد كل أخذ فرصته، لذلك ارحلوا بدون شكرا ونريد محاسبة الاتحاد علنا. فهد عبد السلام، ارحل يا لوغو، الكفاية 5 سنوات دمار للكرة العمانية. أبو خالد الندابي، صح النوم طلبكم من وقت، بعدكم انتظروا بعد تصفيات كأس العالم 2018. أحمد البوسعيدي، لن يستقيل لا السيد ولا أي من الأعضاء، ليس في قاموسهم شيء اسمه الاستقالة، حرف الألف ما موجود. طيب وصلنا لختام الحلقة، لكن إن شاء الله تعالى سنستكمل هذا الحديث عن المنتخب، لأن هذا منتخب الوطن يهم كل شخص شخصيا. للأمانة اليوم ربما يعني تلفوني من الرسائل ومن الاتصالات ما سكت إطلاقا، الكل من الجماهير يعني متضايق ومستاء من اللي حصل، ومن الواجب دائما أن نتحدث عن الحقائق وبكل شفافية. يبقى من يبقى، يرحل من يرحل، ما تهمنا احنا أكيد الأسماء، يهمنا إن شاء الله المنتخب أن يعود من جديد ويظهر بمستوى جيد، وأن يعود على الأقل المستوى اللي تعودنا عليه، ولقب سامبا الخليج. لسنا مع ولسنا ضد، لكن إجماع من أعضاء الدكة وإجماع من المغردين ومن الوسط الرياضي بأن وقت السيد رئيس الاتحاد واتحاد كرة القدم وبول لوغوين قد انتهى، وكما يقال جيم أوفر. صالح البارحي وأحمد الملوش، شكرا لكم. طلال عمرو وطلال خلفان، شكرا لكم، هذه تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم عمل برنامج الدكة. نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم إن كان للعمر بقية. إلى اللقاء.